السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد في ملتقانا الثاني لنسعد بحضوركم ولنجتمع والأمل يحدو بنا نحو غد مشرق. نجدد العهد ونكمل المسير بحوار بناء تتلاقح فيه الأفكار لتتناغم الرؤى ولنلمح أسس البناء لمشاريع التغيير والنهضة. ولكن السؤال يكون دائما، هل سيكون كل ذلك بغير من لهم الطاقة والحيوية المتجددة والفاعلة مع المتغيرات؟ طبعا، هل سيكون غير الشباب من يقود ذلك ويجسده في أرض الواقع؟ إذن هنا ملتقانا قد أعلن عن انطلاقته. دائما وبحسب الأعراف والدين، خير ما نبتدئ به كل الملتقيات وكل الاجتماعات هو آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا أحد ضيوفنا وهو الشيخ عبد المهيمن اللفكي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تحياتي لك شيخ عبد المهيمن، شكرا جزيلا لك. تحياتنا هنا لكافة الحضور بالتأكيد. الوطن هو كلمة بسيطة وحروفها قليلة جدا، ولكنها تحمل معان عظيمة وكثيرة ونعجز عن حصرها بالتأكيد في ساعة أو ساعتين. هو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، وهو المكان الذي نلجأ له ونحس بالأمان. هو دائما الحضن الدافي الذي يجمعنا معا، وهو نعمة من الله أنعمها علينا. أدعوكم للوقوف إلى نشيدنا الوطني. ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود. إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي. بارك الله فيكم، ونتمنى أن ينجح هذا الملتقى لتكون فعلا بلادنا ليبيا في أحسن صورة وكما يتمناها الجميع من أبناء هذا الوطن. إسلام، نبدو بلمحة تعريفية بإذن الله. هو في هذا الملتقى سيكون لمدة ساعتين بإذن الله، سنتناقش في أربعة محاور. أهم هذه المحاور هي سنبدأ سنخصص كما هو موجود لدى أو يعلم الكل، وكما كان في التوضيح قبل قليل، سيكون لكل ملتقى ولكل محور دقائق معدودة لنتناقش ولنسمع آراء الكل بإذن الله، لنسمع آراء مختلفة. دائما الاختلاف في وجهات النظر لا يمثل أو لا يضر بالقضية عموما. المحاور هي أربعة محاور أساسية
بداية بتفعيل الخطاب الإعلامي لشباب الثورة، سأتحدث في هذا المحور لمدة تقارب نصف ساعة، ومن ثم سننتقل إلى المحور الثاني وهو دور الشباب في تفعيل الساحات والميادين، لنذهب إلى المحور الثالث ونتحدث فيه أيضا ونستمع إلى كافة وجهات النظر المختلفة بإذن الله، وليس هناك حرج في ذلك. هو دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي ليكون آخر محور وآخر محور للحديث فيه وسماع كافة الأصوات الإيجابية هنا، وهو المحور سنتحدث فيه عن دور الشباب في المشاركات السياسية. هذه أربعة محاور وهذه أربعة نقاط سنتحدث فيها جميعا، لذلك نستمع إلى كافة الآراء وليس هناك حرج كما أسلفنا بالذكر. طبعا يعني كما ذكر إسلام، هذه أربع محاور هي للملتقى، حيكون تقسيم الوقت وإدارة الوقت بإذن الله من العبد لله وزميلي إسلام. نحاول بإذن الله أن تكون الأصوات كلها حاضرة، الحديث هو نقاش عام يهمنا جميعا، أنا شاب وانت وانت وانت، كلنا يهمنا هذا الأمر وتهمنا هذه القضية، فنحاول نترو أن النقاش الجماعي. وبداية على موضوع تفعيل الخطاب الإعلامي لشباب الثورة، يعني ممكن حتى من خلال التجربة ممكن يعني حتى نثروا فيها النقاش ونقدروا نشاركوا مع الشباب هنا. صحيح، هي تجربة جديدة يعني بالنسبة لليبيا ككل، يعني أمانة انطلقت في 2011، أعتقد كان في إعلام قبل، بس كان في إعلام يعني مسيس إلى حد ما إلى جهة واحدة، بس اليوم يعني ودورنا احنا كشباب في الإعلام يعني ممكن حتى أمانة يعني مش لازم حتى أن نكون نخدم في قناة أو نعمل في قناة ومؤسسة إعلامية، ممكن حتى يعني وسائل التواصل الاجتماعي البسيطة جدا اللي هي فيسبوك، تويتر، أي شيء وسائل التواصل الاجتماعي، وجميل جدا، هي خيارات مطروحة كثيرة جدا لأي مواطن يقدر أنه يتواصل مع المواطن الآخر بحيث أنه ينقل وجهة نظره وينقل آراءه وأفكاره. دعني أقول طبعا هو هذا المقصود، المقصود هو إحنا نبغى نبدأ في النقاش الآن. المقصود دور الخطاب الإعلامي لشباب الثورة هو طرق الخطاب الإعلامي، كيف نستغل الخطاب الإعلامي وننجح في أن احنا نصدر خطابنا الإعلامي الآن. يعني كل الجهات وكل الأطياف خاصة يعني العتيدة في العمل هذا، يعني سواء اللي كانت وراها أجندات أو غيرها، يعني عندهم قدرة على ضبط هذا الأمر والمشاركة فيه بشكل فعال. احنا شباب الثورة محتاجين أن نشاركوا بقوة في المجال هذا، فنبدأ على بركة الله في موضوع تفعيل الخطاب الإعلامي. وعندنا يعني تساؤل عن مما يساهم في بروز شباب فبراير وتأثيرهم على الساحة هو تواجدهم إعلاميا زي ما ذكرنا. فأنا بنسأل هنا، هل ترى أن في نقص أو في غياب للشباب عن وسائل الإعلام، عن الظهور الإعلامي، عن تفعيل الخطاب الإعلامي؟ مش الظهور بس، تفعيل الخطاب الإعلامي، يعني يكون عندهم فعلا خطاب واضح قادرين يصدروه ويكونوا موجودين على الشاشات، على مواقع التواصل، على غيرها من هذه الوسائل. فالآن هذا التساؤل مطروح على الجميع، وحناخذ المشاركات، فقط ترفع الأيدي وبإذن الله يعني يتم. تمام، نبدأ مع الشاب في الطاولة رقم 3. تعرفنا طبعا بحضرتك، نزلوا تحت. بداية أستاذ لو سمحت قبل أن نبدأ، وهذه كلمة موجهة للجميع هنا، من يأخذ الكلمة نبدأ بالتعريف بالاسم ومن ثم الصفة ومن ثم المدينة، فقط ليس هناك سبب كبير جدا، إنما دعوني أقول خاصة في المدينة لنأخذ أكبر عدد من المدن ولنستمع أو نعرف أكثر المدن التي هي حاضرة معنا حاليا. وبالمناسبة هي مناسبة للتعارف. أكيد، تفضل. السلام عليكم، فؤاد الفقيه من مدينة مصراتة. طبعا هي فرصة يعني جميلة أن البداية كانت بالخطاب الإعلامي بما أني أحد إعلاميين مدينة مصراتة وليبيا الحبيبة. طبعا 7 سنوات مضن على خبرتي البسيطة في الإعلام، رأيت فيها تعدد قنوات، تعدد مؤسسات إعلامية، لكن عدم وجود يعني مبدأ أو ميثاق شرف إعلامي لهذه القنوات. أيضا تكلمتم أنتم عن التسييس في ما سبق في عهد القذافي، فنتكلم إحنا أن نتمنى أن يكون تسييس من أجل المواطن، تسييس من أجل المجتمع، وليس تسييس يعني من أجل شخص معين أو من أجل حزب أو من أجل يعني حكومة. فنعمل من أجل التسييس الوسائل الإعلامية على معاناة المواطن، على ما يحتاج المواطن، على رأيه في الحكومات، في البرلمانات، على رأيه في المؤسسات الموجودة في الدولة. أيضا عندنا احنا مفروض يعني تفعيل الخطاب الإعلامي للشباب يكون بدايته طبعا تضمين الميثاق الإعلامي كما قلنا، الاتفاق عليه والعمل به، وليس
يعني وجود ملتقيات كثيرة وأن هم بيدوروا ميثاق إعلامي في الآخر كل واحد يدير كيف ما يحلو لي. أيضا نتمنى أن حتى سماع الطرف الآخر دائما إذا كان في حد يعني مضاد لينا أوكي نجيب أنا للقناة بتاعي نسمع رأيك أعطيني رأيك عشان أنا ما تقوليش لا أنتم تجيبوا في اللي يتكلم على قضيتكم فقط لا نسمع منه نحاول نواجه حتى أنا بالكلام بتاعه. أيضا نحاولوا أن احنا نمدوا يد العون للفئة الأخرى فالشباب احنا فيما نتكلم انه ممكن باهي كيف نديروا في اللي كانوا في عهد القدافي من 40 سنة في شباب ليش تتكلم انت من اللي طق 40 سنة من الشباب اللي نتكلم عليه احنا مازال صغير يعني هو في اشياء ممكن ما كانش يعرفها فانت بتوضح له شيء اخر انت بتاخذ بيده لان احنا همنا وطن وليس همنا لا ثورة فبراير فقط او هو كيف ما يقول ثورة سبتمبر فقط لا انت ما تدافعش على القدافي او انت تدافع على هدي بس لاني ندافع على وطن فاحنا نخدم على مسألة وطن وبارك الله فيك. تحياتي لك. تحياتنا لك. مشاركة أخرى. طبعا يعني السؤال اللي طرحناه هو يمكن يعطيكم الفكرة الأساسية بداية الفكرة بس الكلام اللي ذكر زميلنا هو توضيح واللي بيذكره الزملاء البقية هو طبعا مثار تساؤلات ويطرح تساؤلات أخرى ويمكن نقاشها عندنا يعني إذا كان في حد أخرى. في الجهة هذه أطول السؤال. تمام تفضل. السيد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر السادة الحضور وسيدات الحضور على هذا الملتقى وقناة التناصح على هذا اللقاء. طبعا صلاح العبيدي عضو اتحاد توار الجفرة وقيادة سراي توار. بالنسبة للإعلام الإعلام المضاد للثورة يعني كقناة الحدث وقناة القنوات المضادة للثورة فهي مدعومة خارجيا يعني من دول عظمى ودول كبرى فهمتوا. فاحنا للاسف يعني كاعلام يعني اعلامنا ضعيف ومهمش يعني ومن خلال التجربه والواقع كمحصل قناه النبا وقناه التناصح من محاربه القنوات ومحاربه المنابر ومحاربتنا جميعا يعني فيجب دعم الشباب اعلاميا لإنجاح هذه الثورة وأكمال المسير نعم. والسير على دماء الشهداء إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك. هي ملاحظة أوكي يعني الكلام عن وسائل الإعلام اللي موجودة فقط هو على المرئي لا مش هذا هو الإعلام بس يعني لاحظوا أن حاليا إحنا من خلال عملنا في قنوات ممكن تشوفوها كبيرة يعني وشاشاتها والأخبار بتاعها وكذا كبيرة تعتمد في أساسها على مواقع التواصل الاجتماعي شيء رئيسي ما تغفلوش طبعا هذه يعني نذكر فيكم بنقاط أيضا, يعني. أيضا تأكيدا على كلامك خلاب وهذه ملاحظة لجميع الشباب هناك بعيدا عن المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على الساحة هناك شخصيات تفاعلت مع الفيسبوك ومع تويتر ومع باقي منصات التواصل الاجتماعي وكان لها تأثير أكبر بكثير من تأثيرنا نحن كقنوات إعلامية مسموعة ومرئية لذلك كل شاب هنا وكل شخص في ليبيا وكل شخص في العالم أجمع يستطيع التأثير ويستطيع أن يكون له رأي حر شخصي ومناط به أو مناط بعقله شخصيا فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي كلمة أخرى طاولة رقم 3 على كلامك يا إسلام رئيس أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة معتمد على تويتر وفايت موضوع وسائل الإعلام بالعكس هو يهاجم فيه عن طريق تويتر وهو قالب الدنيا كلها زي ما يقولوا عن طريق تويتر يعني هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم عبد الغفار طه كرفاع من الزاوية ناشط مدني طبعا الحمد لله محسوبين على الشباب يعني فيه نقطة مهمة جدا شباب روح شباب روح أكثر من عمرك هي الإشكالية في الخطاب الإعلامي لشباب الثورة هو أنت شنو محتوى الخطاب الإعلامي بتقنع به الشباب أنهم يتفاعلوا مع الثورة بعد 2011 فالإشكالية كلها في الخطاب الإعلامي محتوى الخطاب إحنا لا عندنا مشروع بعد الثورة لا عندنا مشروع نقنع به الشباب في وسائل الإعلام لموجود كيان سياسي يلم الشباب ويحاول يبرز طاقاتهم في 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 سواء في الإعلام أو في غيره يعني فالإشكالية كلها أنا أعتقد إن في محتوى الخطاب الإعلامي بعد 2011 إن كان بدون مشروع كانت كلها خلينا نكون واضحين خطابات هلامية
سواء من طرفين يعني وردود أفعال. يعني الطرف الثاني يصنف فينا تصنيف معين، يصنف شبه الثورة تصنيف معين، وشبه الثورة كانت أغلب أو خلينا نكون واضحين أغلب قنوات الإعلام المحسوبة على الثورة كانت خطاباتها يعني رد فعل للثاني، وهذه مشكلة كبيرة جدا يعني. طيب، ولكن قبل أن أنقل الحديث إلى شخص آخر، هناك تساؤل مهم طرحته شخصيا، كيفية تفعيل هذا الخطاب برأيك؟ أنت تقول أن الخطاب الإعلامي لصف الثورة ضعيف جدا وغير مفعل، صحيح؟ كيفية تفعيله؟ أنا لا أقول غير مفعل، قد يكون الإشكالية كلها في المشروع. أنت تتكلم على ثورة، تتكلم على مستقبل ليبي جديد، لكن أنت ما قدمت مشروع قابل للتطبيق بس تتلم عليه الناس وتتلم عليه الشباب، وهذه مشكلة كبيرة بجد يعني. الطرف الثاني كان يخدم على هذا الشيء، يخدم يوري فيك أنه كان زمان دولة وكانت زمان أمن وأمان، ومع أن هذه ما هيش ميزة، دي ما نقول أنا دي أي دولة فيها أمن وأمان ما فيش ميزة، لكن الإشكالية إحنا ما قدمناش الأفضل. إحنا قعدنا نحار نشتغل بي حتى في الإعلام برد الأفعال وبنفس طريقة الطرف الثاني، هي التصنيف، هذا اخواني صحيح. هذا علماني، هذا مقاتل، وهكذا. هذه قصه كبيره جدا يعني. فاعتقد ان الاشكاليه كلها في محتوى الخطاب والمشروع اللي تقدمه للشباب باش يلتموا عليه. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. نشوفوا العنصر النسائي وبعدين عندنا الطاوله رقم 4 السيد اللي طرم الكلمه. السلام عليكم، تحيه طيبه، شكرا لهذا التواجد. سعاد السويحلي، صحفيه مديره مكتب اعلام الطيران المدني، واكتب بصحيفه الراي من مدينه طرابلس. بك أكثر. طبعا ما أراه بحكم إني صحفية، وصحفية ما يقارب لي من 20 سنة، ما أراه الآن هو حرب القنوات. القنوات تحارب في بعض، المواطن بدأ معاش عنده مصداقية إلا لبعض القنوات. نجوا على سبيل المثال نشوفوا مثل أكثر العائلات، أنا درت استطلاع بالخصوص هذا، يقولك نبوا قناة الرسمية أو قناة التناصح أو في قنوات معينة بدوا عندهم مثلا مصداقية تجاهها. نتكلم بما يخص بتفعيل دور الأعلام. الأعلام تفعيل يحتاج لقانون، وكصحفي أنا الأولى أكثر كتاباتي على الفيسبوك، اللي بيخش لي صفحتي الشخصية أكتب بجراءة، حاربت الجميع العديد من المسؤولين، الكلمة اللي خاطري فيها نقولها عن طريق الوسائل. أكتب نفس الشيء، أكتب بصحيفة الرأي والرأي الآخر. لن يكون هناك تفعيل ما لم تفعل مؤسسات الصحافة، هل يعقل؟ ودائما أردد هذه الكلمة، أنا أعيش في بلد لا تصدر فيه صحيفة يومية، وهذه هي المأساة، هذه هي مأساة. إذا كانوا يقولوا لي شن هي إخفاقات فبراير نقول لهم هذه فقط، رغم أن عندنا مؤسسة كبيرة لهيئة وتشجيع الصحافة ما فيش ولا صحفي يكتب فيها، صحيفة الرأي يكتب فيها بعض الصحفيين اللي هم عندهم إدمان صحفي، يعني زي حالاتي إني لازم نكتب صحيفة مستمرة. أحيانا يقولون من يدعم الصحيفة؟ الآن ليس سؤال من يدعم، المهم عندنا صحافة وبالفعل صحيفة حرة. كنت قديما أخضع لمقص الرقيبة، الآن يعني نهائي ما فيش مقص رقيب، ما أريد أن أكتبه فقط أتمنى تفعيل، يعني لكي أكون ناجحة تفعيل القانون لكي أكتب بكل مصداقية وبدون خوف وفي صحفنا الليبية. طيب، قبل قبل أن نتوجه إلى حوار آخر أو إلى شخص آخر، طاولة رقم 4 كما أسلفنا بالذكر. عموما أنت أسلفت بالذكر، قلت أنك تكتبين على صفحتك الخاصة على فيسبوك وبجرأة تامة، هذه الكتابات كيف لاقت استحسانا إيجابيا أم سلبيا لدى الشعب؟ لاقت استحسانا ايجابيا من المواطنين في الجهات اللي اكتب فيها، ولكن المسؤولين لا، تعرضت لحرب يعني بالذات انا وانا الان مديره الى جانب كتاباتي اكثر من صفحه، يعني انا ادمن في صفحات مؤسسات واكتب في كلمه الحق، ومع ذلك اتعرض للمحاكمة. لها تاثير بدليل نقولكم الدليل، حرب مع وزير المواصلات وأتت بنتيجتها، والحمد لله الآن وزير آخر، وبسبب كتاباتي وتفاعل المواطنين أدت نتيجة. الأرجح والأكثر وسائل التواصل الاجتماعي، ونتمنى أنها تستمر ما يحاربوناش من خلالها. في نقطة مهمة، شكرا لك طبعا المشاركة هذه، في نقطة مهمة في مجالنا يعني الصحافة والإعلام، الحضور اللي يشتغل في المجال هذا ذكرت مسألة الرقيب، أنها بعيدة عن مقص الرقيب، الصحفي لازم يكون هو رقيب نفسه قبل لا يكون عليه رقابة. طبعا في أي وسيلة وكذا حيكون في رقيب يضبط الخطاب متاعك، بس مع هذا أنت لازم تراعي ضميرك قبل كل شيء، وتكون أنت رقيب ما تكتب يعني، وتكون مؤمن به فعلا أنت عندك قضية. شكرا لك، بارك الله فيك. طاولة رقم 4 سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صراحة عجبتني النقطة اللي يترها الأخ عبد الغفار، اللي هي عدم وجود مشروع.
من بيش نتكلم على المحاور التفعيل الخطاب الإعلامي والمحاور الأخرى، ولكن عجبني عنوان الملتقى وهو رؤية مستقبلية لمشروع الثورة. فإذا سمحتم نبي نتكلم على الموضوع هذا أكثر من الجوانب أو المحاور التي في داخل المشروع. أمانة نحن نريد أن نتحدث المحاور، لكن لك المجال بس بإيجاز، يعني إن شاء الله حاولت نكتبها باختصار إن شاء الله. طبعاً هي المحاور هذه كلها فيها رؤية مستقبلية. أكيد. وسنجد المحاور هذه مضمنة داخل هذا المشروع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نصر الحق يوم تلاقى الجمعان في 17 من فبراير. جمعان رفض استمرار حكم مستبد، دمر البلاد وقهر العباد، ورفض حاكم طاغي وقال سأجعل الأرض جمرا من تحتكم، وقاتل في سبيل الحق وجمع أبى إلا أن يساند الباطل ويقاتل في سبيله، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله لا إله إلا هو. نترحم على أحباء الله شهداء ثورة 17 فبراير المباركة الذين قدموا أرواحهم لكي نعيش اليوم في ليبيا أحرارا، وإذا عاش الإنسان حرا فتلكم البركة كلها، وإذا عشنا عيشا كريما فتلك النعمة كلها. نسأل الله يشفي الجرحى الذين قاتلوا في سبيل الحق، ونحيي هذا الجمع المبارك، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. أود أن أختصر الأسباب التي ما هي أسباب قيام ثورة 17 فبراير. تفشي الظلم والقهر والجهل والجبروت، استمرار تفشي الظلم انتشار الفساد الأخلاقي والإداري والمالي، انهيار أغلب مؤسسات الدولة. هل نجحت الثورة في إزالة تلكم الأسباب؟ بكل تأكيد لا، ولكنها أعطت الأمل ولو طال، فمن ينتظر أفضل ممن يتمنى بكثير، ونحن اليوم ننتظر وغيرنا يتمنى. الحمد لله حق حمده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لماذا لم تنجح الثورة إلى حد الآن؟ أهم الأسباب هو عدم وجود فكر كما شار الأخ عبد الغفار، وعقيدة موحدة. إن الذين قاموا بالثورة لهم أفكار وعقائد في أغلب الأحيان مختلفة في جوهرها، فحدث الانقسام، وبالانقسام بكل تأكيد لن نسير إلى الأمام. 2 خلل كبير جدا في اختيار القيادات سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي، فغابت المعايير وكانت للمحاصة نصيب الأسد على حساب دماء الشهداء وتحقيق الأهداف. استمرار تفشي الظلم والقهر والفساد بجميع أنواعه إلى يومنا هذا، فلم تبنى حضارة أو دولة إلا وكان الخلق زينتها، وجعلت من الفساد عدوا تكافحه ليل نهار. هل يمكن تدارك الأمر؟ نعم، يمكننا تدارك الأمر بواحد توحيد الأفكار والعقائد والمبادئ أو تقريبها إلى حد بعيد، العمل إلى أقرب وقت في أقرب وقت على استعمال المعايير للترشح لأي منصب، نشر هذه الأفكار بين الناس، وهذا الجانب الإعلامي هنا بكل الطرق المتاحة، وتوعية الأجيال القادمة بتلكم الأفكار. 4 العمل على نشر فكر حب الله وحب الوطن، العمل على تخريج شباب أمين يحب العدل يخاف الله وله نصيب جيد من العلم وصحة البدن، تكوين مجلس، وهذه النقطة أريد أن أضع تحتها خطين، تكوين مجلس تخطيط وسيطرة وتحكم يهتم بالأمور الاستراتيجية ويعمل على أن يسير تطبيق تلكم الأفكار والعقائد بطريقة جيدة، يكون له دور رقابي. أود أن أضع حتى يكون لهذا المشروع ثمار أليات لهذا العمل، ينادى الناس كما ينادى الآن بصورة عامة والشباب بصورة خاصة من كل أنحاء الوطن، يتم توحيد العقائد والأفكار وتقريب وجهات النظر، العمل على تكوين مجلس تخطيط استراتيجي وسيطرة وتحكم، تفعيل المجلس والبناء والبدء في العمل على وضع الخطة الاستراتيجية في كل المجالات. 5 التنفيذ، إن استبعاد المنهج العلمي لمشروع العمل والبناء هو تكرار الأخطاء قمنا بها، فليس العيب أن تخطئ، ولكن الخطأ أن نعيد نفس الخطأ مرات كلما سارعنا في تطبيق المنهج العلمي كلما اقتربنا من تحقيق أهدافنا ولم نكرر أخطائنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك. تحياتي لك. فيك. الطاولة رقم 1، عفوا هي نقطة واحدة، سنخطف طاولة رقم 1.
الشيخ عبد المهيب. تقريبا حتى قربنا من نهاية المحور. هي نقطة يجب أن ننوه عليها جدا لنستمع إلى كثير من الآراء وكثير من الشباب. يجب أن نراعي بعضنا البعض في بعض الكلمات. من دقيقة ونصف إلى دقيقتان في كحد أقصى وجهة نظر تكتب وتسجل ونطرح أفكارنا ونسجلها، ومن ثم يكون تداول بسيط للكلمات. لذلك نذهب إلى الطاولة رقم واحد. تفضل. عبد المهيب من بوبكر الفقي، إعلامي. في البداية ثورة 17 فبراير بعد قيامها وبعد نجاح الثورة والحمد لله وانتصارها، خروج الكثير من المنصات الإعلامية والقنوات، ولكن ثورة ليبيا والخلاف بينها وبين يعني مثل ثورة مصر، عندما نتجه إلى منصات التواصل الاجتماعي كما ذكرتم، يعني مثال بسيط شخصية مع يعني اختلافنا معها أو توافقنا معها، مثلا عبد الباسط قطيط عندما خرج لم يخرج في قناة إعلامية، خرج من وسائل التواصل الاجتماعي، حقق مشاهدات ضخمة وكبيرة جدا لدرجة أنه هو جاي طرابلس والناس كلها يعني طلعت بحنا المشاهد كلها، وهذا كله ما طلعش في ولا قناة إعلامية، مجرد منصات التواصل الاجتماعي. وهذا ما نشوفه فيه أيضا في الثورة المصرية، نشوف كثير من الشباب عندهم برامج على اليوتيوب على الفيسبوك على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الكثير من البرامج الناجحة ملايين المشاهدات حقها، بينما يعني نشوف في ليبيا يعني وسائل التواصل الاجتماعي صفر، يعني ما عندناش برنامج مميز سواء أي كان توجهها، ما فيش برنامج مميز يحق كثير مشاهدات أو الناس تراجع فيه كل خميس أو كل في موعدة يعني، بينما هذا موجود في كل العالم، في كل العالم سواء كان هذا البرنامج تثقيفي سواء كان برنامج سياسي أي نوع من البرامج. للأسف الشديد هذا العنصر يعني فاشل تماما دعنا نقول في ليبيا، وما فيش أي نشاط في هذا الجانب، حتى إن كان نشاط فهو على خجل يعني وفردي. تمام. نعم. هي لأمانة معانا هنا في الحضور حتى شباب يعني أنا نعرفهم شخصيا، عندهم فكرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفعلا يعني نشاطهم بارز. ممكن إذا يعني تسأل في نهاية المحور بعد شوية حنذكر تجربة لشخص عزيز وحاضر معنا على مواقع التواصل الاجتماعي قاعد يقدم بها في خدمة. تمام. نمشي للطاولة خمسة بعد ما نسمعوا لمشاركة من العنصر النسائي السيدة هنا في الطاولة. قبل الأخذ بالكلمة، هناك نقطة جميلة جدا طرحها الشيخ مهيبنا، وهي دعني أقول أن نحن نطرح المشاكل لنجد الحلول. ما قاله السيد مهيمن هي عبارة عن مشاكل، ولماذا لا يشارك الشباب كباقي الشباب في باقي مدن العالم؟ دعني أقول الحل برأيك. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مبروكة بسيكري اختصاصية اجتماعية مدير المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة. حقيقة كلام السيد مهيمن حقيقة، ولكن نحن نجد في مواقع التواصل الاجتماعي الأحكام المسبقة، يعني نجد المترددين على هذه المواقع لما يلقوا فيديو أو يلقوا خطاب ما يفتحوش، ولكن يلقوا التعليقات، أول تعليق سلبي يترتب عليه هو كلامه هو، ويكون أحكم حط حكم مسبق على هذه الشخصية من غير ما يعرفها. يعني احنا درنا استبيان في السابق على هذه الحالات، وجدنا أنهم لا يفتحوا هذه الفيديوهات ويعطوا في أحكام. يعني حتى في الحملة اللي صارت على الشيخ صادق الغرياني، لما نجي نسأل الشخص هذا نقول له أنت اللي قلت ويعني وتلفظت بألفاظ سيئة على هذه الشخصية، هل أنت تعرفها؟ ما يعرفهاش. لما نقول له هذا عالم وهذا أستاذنا في جامعاتنا وهذا، يتفاجأ يعني، تلقاه هو بس نتيجة لأحكام المسبقة. برضو في نقطة مهمة للإعلام، الخطاب الإعلامي داخل القنوات المسموعة راه مطلوب، وأنا درت استبيان على الناس اللي هم يستمعوا للراديو أو القناة المسموعة، وجدت أن أغلب سائقين الركوبة اللي هم مرات مستواهم محدود في التعليم ولكن يستمعوا للقنوات. فإحنا لازم نركزوا على تعزيز ثقافة الحوار، تبدأ من داخل بيوتنا، من داخل الأسرة، من المجتمع، من المدرسة، برضو داخل منظمات المجتمع المدني. ففي حوار سابق بخصوص تعزيز ثقافة الحوار، اسمحني نطيل شوية، كان في هذه الورشة كان معنا المجلس الأعلى للدولة، وكان معنا شخص دكتورة فاضلة من حوار صخيرات، وكنت أنا نتحدث على دور الحوار داخل مؤسسات المجتمع المدني. حقيقة في هذه الجلسة الحوارية اكتشفنا أشياء نحن ما نعرفهنش،
نتيجة لغياب الخطاب والحوار والمعلومة الغائبة. ما فيش شفافية وما فيش مصداقية لا بين الحكومات ولا بين المسؤولين ولا بين المجتمع ككل أعلامنا. يعني أنا أركز على نقطة مهمة جدا جدا، هو تعزيز ثقافة الحوار، وتبدأ من داخل بيوتنا وداخل الأسرة وبرضو داخل مدارسنا وداخل منظمات مجتمعنا المدني حتى نصل إلى نتيجة. شكرا لك. بارك الله فيك. قولة رقم 5، حقيقة نقاط مهمة جدا أثيرت من السيدة مبروكة، فعلا يجب التركيز عليها. أنا ينبهوا فيها شباب أن وقت المحور يكاد ينتهي، ربما باش نمشوا للمحور اللي بعده، فنعطوا الطاولة رقم 5 السيد الفاضل بعدين ننتقل للمحور الثاني. أرى هي المحاور مربوطة ببعضها، ممكن ترحلوا الأفكار لمحاور أخرى من نفس المحور يعني. إذا كان بالإمكان من بعد استكمال هذا الرأي من الطاولة الخامسة نستمع إلى رأي آخر من الطاولة السابعة. السلام عليكم. في دقيقة ولو على الأقل. تمام. نوري الطباشي أحد مؤسسي حراك ليبيا حلها شباب، والمدير التنفيذي لمنظمة القادة للتنمية المجتمعية. طبعا أنا دائما نستشهد في 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 بعض الملتقيات بالذات ملتقى شباب فبراير الثاني، عندنا ما شاء الله الشاعر الكبير رحمة الله عليه أحمد رفيق المهدوي حين يقول: أمل البلاد في رقي شبابها إن كان حيا لا تخاف زواله. أولا الثورة بناء، من الضروري أن نقتنع أن الثورة بناء. ثانيا نثني على كلمة السيد أو الشاب الصحفي من مدينة مصراتة، أنه من الضروري أن يكون فيه ميثاق شرف، القانون هو الرادع. نحن نرى أن الخطاب الإعلامي كل يغني على ليله، يعني المشكلة أن احنا عندنا وطن، الوطن بيضيع، ماذا بينا أن يكون فيه الرؤى واضحة للجميع، توحيد الرؤى بالذات من الشباب. كشباب نستخدمه في السوشيال ميديا أكثر من كل القنوات الإعلامية الأخرى. الخطاب موحد للأرض، ليس لأشخاص أو لمنطقة أو لجهة معينة. شكرا. الله فيك. خلي النقاش مباشر. السيد اللي في الطاولة 7 زي ما في رأي أخير من المحور الأول الطاولة 7. السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير على كل الحضور وعلى الإعلاميين الرائعين، ما شاء الله نورتوا يعني بصراحة. وبجديات تشوقت لأني ما حضرتش الملتقى الأول يعني بصراحة. رياض لعوج من مدينة زديتن، إعلامي طيلة 7 سنين مثل زميلي من مصراتة، وأيضا كلام اثنين يعني وكل الحضور وخاصة الصحفية احتراما وتقديرا ل20 سنة، فأكيد نتعلمه. خاصة يعني زوز حوارين عجبوني، وأكثر شيء الأستاذ والأخ هدينا. أول شيء قال لك نطاق الشرف وأخلاقيات الإعلام، وثاني شيء والأساس واللي هو الشباب بناء الدولة زي ما قال أستاذنا. الإعلام بناء دولة وليس لشخصيات معينة. نحن شباب مواطنين كتلفاز نكره الشاشة الليبية، نتجه لأي شيء بس ركزنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، شيء يجذبنا، خبر قتل، مات، شخصية سيطر، لدرجة أن الشباب احنا انقسمنا وكرهنا بعض يعني بصراحة. اتجاهنا إلى شن ابتعدنا كشباب فبراير؟ اتجاه السياسة بعيدا عن السياسة وما أدراك ليش، باش نحببوا الشباب الأخرى. حتى إذا كانت طائفة بعيدا عن فبراير كيف نجبدهم؟ كيف احنا نخلوهم يحبوها فبراير؟ لأن إذا كان مثلا 1000 شخص 1000 شاب فبراير، بس 20,000 30,000 شيء يقنعهم هذوما بالسياسة، بالقتل، بالانقسام اللي صاير؟ لا بالعكس، بالبناء الدولة. بناء الدولة أهم شيء، لن نركز على شخصيات معينة، تركيزنا على بناء الدولة. فنحن الشباب هم الأساس وليس من كانوا شخصيات على الكراسي ولا شيء. لماذا قامت 17 فبراير؟ من أجل الشباب ومن أجل بناء الدولة، هذا هو أساسنا. بالله على كل الإعلام يركزوا على الشباب، من كيف نركزوا عليهم؟ من الأفكار، من السياسات المعينة اللي من فعلا حببونا، أن احنا السياسة هذه من أجل الشباب وليس
لشخصيات معينة. فأنا الإعلامي خدمت طيلة عمري ليس بالسياسة، خدمت برامج خدمية فقط تهدف من أجل الشباب وحبا لهذا البلاد باش نأكدوا أن فبراير فعلا من أجل التغيير. شكرا لكم. نبي نقولك على فكرة أنا استنتجتها من كلامك، هذه نعانوا فيها زين، هذا يتكلم في السياسة فوت هذا الجنب. لا أنا شاب، أنا من يعني ما يعني حتى في العمر وكذا لازلت فعلا في بداية العمر واقتحمت مجال السياسة. شن معنى أنا ما نكونش موجود في مجال السياسة؟ علاش؟ لأن خطاب السياسة هم يبوني أنا مثلا نكون في سياق معين، لا أنا صحيح. قادر أني أنا نكون في السياق صحيح. اللي نبيه، إذا كان القضية اللي أنا مؤمن بها طبعا. إذا كان نطلع مع وجدت وين أن لن نقاطعك بس تكميلا لكلامك، إذا كان نطلع الأستاذ محمد الخلاب مثلا نقوله في قناة التناصح لأن لها كل الاحترام، أنت مصنف في اتجاه معين، لا ما نحبكش خلاص، أنت صنفت لما طلع في قناة الحدث، لما طلع في قناة الرسمية أنت صنفت لها شباب الشاب هذاك صحيح. لماذا هذا؟ صحيح. هذه كل السياسات المجندة هو هذا اللي نبو نكسره صحيح. المحاور هنا لازم نبو نوصلوا بها لكيفية بناء الدولة صحيح. بمشاركة الشباب، الشباب يكون موجود في الإعلام، موجود في المحور الثاني يا إسلام. هذه صحيح. هي الفكرة الرئيسية تمام. ختاما لكلامي يا أستاذ إسلام، حبا لجميع المدن لكم كل التقدير والتحايا، مصرات الزاوية صرمان، ففعلا الملتقى كان هدفه أساسي هو التعارف، وأنا تشرفت بكل المدن الحبيبة، شكرا لكم. هدف أمانة ردا على كلامك، هذا هدف رئيسي. عندما سئلت أنا شخصيا عن هدف الملتقى هو جمع مختلف الشباب من مختلف المدن والمناطق والاستماع لبعض على الأقل ومن دون انزعاج، والاستماع للرأي والرأي الآخر. عموما هذا كان المحور الأول، وهو تكلمنا فيه عن تفعيل الخطاب الإعلامي لشباب الثورة لتنظيم الوقت ليس إلا. ننتقل إلى المحور الثاني الذي نتحدث فيه عن دور الشباب في تفعيل الساحات والميادين. في المحور الأول سألني الخلاب ما بتأتش رأيي بس وضحت بعض الشيء، فلو يوضح المحور الثاني. المحور الثاني دور الشباب في تفعيل الساحات والميادين، لمحة بسيطة يعني الساحات والميادين في الدول المتقدمة، الدول اللي تحكمها الديمقراطية وتكون هي دولة عندها مؤسسات وقانون ودستور، وإن شاء الله احنا ماشيين في طريقها يعني رغم كل المصاعب. الساحة والميدان لاعب رئيسي للأمانة. دولة زي ليبيا في نظام القذافي كانت الساحة والميدان تسقط نظام زي معمر القذافي. لا يخفى على أحد أن البداية كانت من الساحة، شاء من شاء وأبى من أبى. فعلا كانت البداية سلمية ومن الساحة وبجمهور الساحة وبالناس المواطنين العاديين، بعدين دخلت أسباب أخرى خلت الدورة تتعسكر وتنتقل لمجال آخر، لكن الأساس يقعد هو الساحة والميدان. الساحة والميدان إذا كان الشباب بعيدين عن هذا المجال فهم فعلا حيكونوا غايبين على المشهد بدرجة معينة. في أطياف هلبة حاليا الآن يعني لو يبوا يديروا مظاهرة في الأسبوع القادم حيقدروا مثلا يملوا أحد الميادين الموجودة في العاصمة أو في غيرها من المدن، سهل جدا عن طريق تنسيقهم وأدرحهم اللي موجودة أو كذا. يعني هذا شيء معمول به في كل التوجهات وكل التيارات وشيء يعني لا يخفى على الجميع. شباب الثورة وين من هذا؟ جميل جدا. شباب الثورة وين من الشيء هذا؟ فهذه نقطة لاحظوا أن كلها في طريقنا إلى بناء الدولة، في طريقنا للرؤية المستقبلية لمشروع فبراير. مشروع فبراير شنو هو؟ اتفقنا أن مشروع فبراير دولة صحيح؟ جميل. خلاص احنا في طريقنا لبناء الدولة، فحاليا بعون الله ننتقل إلى هذا. إذن هذا كان توضيح للمحور الثاني، لذلك هنا يطرح التساؤل الذي يقول الميادين والساحات هي أبرز عوامل إثبات النفس والتأثير في الدول المتقدمة كما أسلبها بالذكر الخلاب، فلذلك هل ترى أن هناك ضعفا في خط الثورة في هذا المجال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أن هناك ضعفا في هذا الخط بحسب وجهة نظر الشخصية، سيكون هناك السؤال كيف يمكن إعادة الزخم للساحات؟ إذن الطاولة رقم 3. السلام عليكم من جديد. وعليكم السلام. طبعا هذا المحور لما بنتكلم عليه لازم نشوفه قبل كل شيء، احنا ثورة 17 فبراير ماذا انتجت من ناحية الشباب؟ انتجت شهداء، انتجت شرحة، وانتجت ايضا انقسامات. كل مجموعة ممن كانوا يدا واحدة في بداية الثورة وضع لنفسه كرسيا وأخذ مجموعة من الشباب معه. موضوعنا تو كيف نجمع هذه الشخصيات عشان الشباب يكونوا في يد واحدة، أو إن هم يتركوا هذه الشخصيات ويتجهوا للوطن.
فهذه هي إشكالية. لحظة لا أريد أن أقاطع هنا لكي يكون كلام واضح. أعتقد أن برؤيتك الشخصية هناك ضعف في خط الميدان والساحة. أكيد. تمام. لأن ما نراه نحن في الجهة المضادة حتى عندما يكون هناك يعني حراك في جميع قنواتهم في جميع يعني صحفهم أو التواصل الاجتماعي موحدين ونفس الشعار نحن لا 30 أشبح شنو 2 أشبح شني لا كل واحد طالع بتاريخه بروحه وبيطلع بمجموعته بروحه لماذا؟ يعني احنا قاعدين نقسمه لا المجموعة هذه ما تمشيش معها لا هذا ما نبوشي لا هذا تبع نواب لا هذا تبع مجلس دولة لا هذا تبع المجلس الرئاسي يعني والله هذا تبع القوة الفلانية يعني احنا الثورة قسمنا شبابها فكيف تبون ان احنا نبنوا ليبيا واحنا مقسمين بما ان الطرف الثاني قاعد يبني من ورانا في مجموعة او جيوش من الشباب عشان يسقطوا ليبيا مرة اخرى هذه المشكلة لاحظ ان الخطاب الاعلامي وتفعيل دور الشباب في الساحات هو حيوصلنا لوحدة شباب الثورة ووحدة صف الثورة طبعا هذا هي حتى الوعي والثقافة لها دور فاحنا اغلبية الشباب نكون انا والله يعني مجموعة نعرفها وعندهم ثقة في فؤاد الفقيه تجي يعني جهة معينة تقول لي فؤاد احنا والله من اجل ليبيا من اجل كذا وتغريب الكلام الجميل هذا والفضفاض يجي هو يدوي للمجموعة اللي يعرفها يجيبهم معاه هم والله فؤاد عندهم في ثقة فبيجوه معاه هذه هي اشكاليتنا في الاخير يقول لي حتى نيش درت في روحي بعد يلقى روحه هو يعني خاش في موضوع ما مش فاهمه فهذه هي اشكاليه الشاب انه هو يعني قعدنا نسمعه فقط لما ناخذش التفاصيل ولا شنو الموضوع شكرا تحيات. بارك الله فيك هناك رقم 8 طيب باذن الله استاذ ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وسلم على سيدنا محمد انا زهره المهنوي عضو في رابطة شهداء 17 فبراير بالنسبة للشباب يطلعوا تحت مجموعات ولا أشخاص ولكن نقول لا يعني هو الميادين والساحات يطلعوا الناس تطلع عفويا من دون يعني توجه لأي حزب ولا تحت أي مسمى ناس طالعة من أجل يعني لما طلعت في 17 فبراير طلعت في من أجل ظلم فتوى نحن في الميدان نطلعوا ما نحقوش في الشباب ناقصين الشباب معنا الشباب ما شاء الله ربي يحفظهم يعني أكثر فئة نعولوا عليها هي الشباب فما نجدوش فيهم في الميادين لما نقولوا وقفة لما نقولوا فيه يعني نبو ناس تطلع في الميدان ما نحصلوش في حد يطلع يطلع مجموعة بسيطة محدودة وينهم الشباب نبي نسأل لنا الشباب وين والإعلام الإعلام أول بادي اللي خرب ليبيا نحن الإعلام طيب هذا لكي أستاذ عفوا على المقاطعة ولكن لكي لا نبتعد عن الحديث كثيرا ونوسع المجال كثيرا أنت أيضا برأيك إذا ضعف هناك ضعف في خط الثورة في الساحات والميادين كيف يمكن تفعيله الحلول أول بدي نعول عليها أني ندير برنامج معين للشباب بقناتكم الموقرة طبعا قناة التناصح ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم أنتوا قلبا وقلبا مع 17 فبراير القناة الوحيدة اللي مجات على المسار يعني نحسيها أنها قناة التناصح ديروا برنامج وديروا مسمية تجمع لشباب ليبيا 17 فبراير أي تحت أي مسمى وتعولوا على الشباب اصلا الشباب اللي طلعوا نحكي على الشباب اللي طلعوا اول الثوره طلعوا ناس هيك تلقائيا لا يبوا كراسي لا طالبين مناصب ولا كراسي طالعين لله ثم الوطن تمام جميل استشهدوا واللي مجرحة منهم ويعني الناس لغايه تو يعني قاعدين مطوحين جرحى مش حتى يعني داروا الثوره وهم مساكين لكن والله حتى العلاج ما حصلوه نحصلوا ناس معينه مشت وناس قاعده لغايه تو تعاني والشباب 17 فبراير أصليين توالي نحكي عليهم يعني قاعدين نصهم في السجون نعم هو شكرا لك يعني نقاط مهمة أثرتها وخاصة موضوع التوصية ياريت اللي عنده توصية أو كذا يجهزها في ورقة من ورقات المذكرة اللي هي أمامه ويقدمها في نهاية الملتقى لأن احنا نبو نطلعوا بتوصيات سيدة منى المشاركة القادمة ذات الطاولة الثمانية سيدة منى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشكر مؤسسة التناصح لمباشرتها هذا الملتقى والإشراف والرعاية لهذا الملتقى للمرة الثانية
شكرا لكل أخوة وزملاء الحضور. ردا بسيطا هو أن يجب ألا ننسى أن 17 فبراير لم تقدم قتلى وجرحى ومبتورين وخلفاء، 17 فبراير قدمت قيم أخرى عشناها، التعبير، حق إبداء الرأي بكل حرية، وخير دليل هو ملتقانا اليوم. لولا 17 فبراير ما كان هذا الجمع ليتم للمرة الثانية على التوالي. بالنسبة لتفعيل دور الشباب في ساحات الثورة، مقارنة رائعة قدمها الأستاذ محمد الخلاب كمقدمة لهذا المحور. كان الزخم في ميادين الشهداء وساحات الحرية في كل ربوع ليبيا، لأن كان هدف واحد، كان هدف اللي هو الوطن، كان الهدف رفع الظلم عن معاناة المواطنين، لذلك كان الخروج عفوي، لذلك كان الزخم الكبير وكان التعبير القوي جدا 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 لثورة 17 فبراير، وأعتقد أن الكل شفتوه في وسائل الإعلام حتى الدولية كيف كان التركيز عليه. حاليا غاب الدور هذا بتشتت الأهداف، أصبحت للأسف الميادين والساحات في الغالب الأحيان تستغل لأهداف أخرى غير بناء الوطن، غير المحافظة على مكاسب ثورة 17 فبراير، غير النظر للقضايا اللي ضمنا كلنا بجميع أطيافنا وألواننا وتوجهاتنا السياسية. أصبحت للأسف هذه الميادين تستغل لأهداف سياسية لجهات أحيانا معينة فقط، لذلك غاب عنها كل من له علاقة تقريبا ب تيار ثورة 17 فبراير إلا ما رحم ربي. للأسف فيه العلاقة اللي بين الساحات وبين الإعلام، لما يغيب الإعلام عن دوره الحقيقي للأسف هتغيب هذه الساحات. ملاحظة بسيطة اللي هو في دور الإعلام لو سمحتوا لي، إن للأسف كل إعلامنا هو إعلام يلعب في دور واحد اللي هو دور الكاشف، حتى في معالجته للقضايا سواء كانت قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا أي نوع من أنواعها، حتى قضايا الاقتصادية، هو دوره كاشف فقط يكشف. ولكن أين الدور الحقيقي للإعلام؟ أين الدور الحقيقي لساحات وميادين الثورة؟ أين الدور اللي هو الدور المعالج؟ الكل يعلم شن هن كيف شن تعاني الأمة. أستاذة منى، لو سمحتي لا أريد أن أقاطع، ولكن هناك حوار يجب أن يدور فيما بيننا. كما أشرت بالذكر في بداية الثورة وانطلاقة الثورة والسنوات الأولى للثورة، كانت الميادين لا تجد أين تقف فيها، نعم، مكتظة أمانة. أما اليوم 6 أو 7 أشخاص أحفظهم أنا شخصيا بالوجه، كيفية تفعيله؟ توحيد الأهداف، تسليط الضوء على قضايا الوطن، الوطن يجمعنا جميعا بجميع أطيافنا. في شيء آخر، مش المقصود بالساحة والميدان هي مثلا المظاهرة اللي نعرفها احنا يوميا كل جمعة، في مظاهرة ترفع شعارات الثورة كذا، مش هذا فقط المقصود، المقصود في أزمة حقيقية في المعيشة، الشباب هو القادر على هذه قضية المشهد. من قضايا الوطن، في أزمة حقيقية في سيادة ليبيا مثلا، قضايا الاجتماعية يسلط عليها، قضايا الفساد، قضايا الاقتصادية، هذه قضايا تجمعنا بجميع أحيانا تحصل يفنى. نسمع بها في مدن، واحدة من المدن في عائلة قتلت كذا، هذه أيضا فعلا ساحات لها دور في الحركة. باختصار لهذه الجمل، كل ما يهم الرأي العام الليبي، نعم نعم، يجب أن يتم التظاهر عليه، نعم، جميع هذه القضايا تجمعنا، هي قضايا وطن تجمع جميع التيارات السياسية. شكرا. بجميع أطيافها وأشكالها. شكرا لك سيدة منى. طيب. شكرا سيدة منى. طاولة رقم 2، هناك مشاركتان، بداية من السيد الفاضل. هيثم، السلام عليكم. أهلا بكم كلكم. هيثم شغيب، مدينة مصراتة، مهندس إنتاج في شركة الواحة للنفط ورئيس منظمة باحثين عن عمل داخل مدينة مصراتة. طبعا حبيت أن نشارك في الحوار هذا أو المحور هذا، بنكون صريح، طبعا يعني صريح معكم كلكم، يعني من أهداف الشباب الثورة طبعا بعد إسقاط النظام كان أنه هو بيتحسن الحياة الكريمة عنده. يعني أسأل أي شاب لعن توه، شن طموحك؟ طموحك نبي خدمة، نبي نتزوج كذا كذا، قصدي بدون نفاق. الوطن طبعا فوق منا كنا، الوطن كنا نحبوه كل شيء، لكن أعطيني مقومات الشباب. أنت شاب، قصدي لعن توه. طبعا أنا نحب من داخل المحور هذا راهو باحثين عن عمل داخل مدينة مصراتة، طبعا بحكم أني شاهد الصفحة على الفيس ووظفت قريب ما يقارب 250. هي هذه المشاركة اللي حكيت لكم عليها ونسيت أني أنا نذكركم بها في نهاية المحور الأول. بالضبط، وتقريبا لي سنة ونص أو حاجاكي جاء النشاط عن طريق الفيسبوك، وظفنا ما يقارب 250 وظيفة خدمة خدمة معلش خاصة، يعني عمل خاص
وظفنا برا خارج مصراتة بعلاقاتنا الشخصية 4 على 5 وظائف، عندي من ليبيا الحبيبة من طوبرق لعند جميل وانزم الجنوب لعند وما تبي يتواصل معي. كل كانت المشكلة الكبيرة كبيرة انني ما عنديش خدمة باش ناكل، مش باش نتزوج، ما عنديش خدمة باش ناكل. يعني يشوف المواطن احباط احباط بشكل لا يوصف، يشوف حكومات هذاك جاي وهذاك عدى وهذاك خدي فلوس وهذاك خدي مليار وهذاك مش عارف شن دار. راهو بجديات الشاب كيف تبي انت ينزل الساحات؟ اصبح تو انا واحد من الناس نشوف في الساحات مضار شني تخلي ما احترامي لكم طبعا خليهم يغنوا هذا شني بيدير. حكومات ما عادش بدها تسمع تو جديات الحكومات ما عادش بدها تسمع، خليهم هذا مش عارف شنو، ولا نفتح شاشه نقول هذا تابع فلان محركيننا. فاصبحت المصداقيه في الميادين مش زي زمان 2011 كنا نطلع طالعه واحده من جميع المدن، في تاثير حتى اللي برا. ويحب نذكر اني قصه التاثير على التواصل الاجتماعي، عندي واحد من اقربائي طب الحكم خاش باسم مستعار، قسما بالله العظيم يغير في سفارات برا، والله العظيم بالفساد الاداري يغير في سفارات برا ويخافوا منه بمجرد ما ينشر خبر على الفيسبوك. طبعا متابعينا فوق يعني 30,000 لعند 90,000، مجرد ما ينشر خبر بالوثائق على الفيسبوك قسما بالله العظيم سفارات برا يتصلوا به عن طريق الفايبر. شفت كيف التاثير نتاع الفيسبوك يعني فساد اداري. فاذا هنا مع احترامي ليكم الفاسدين هذا والناس اللي بتلعب في رزق ليبيا كل شيء، ما عادش يهمها ساحات. فشنو يهم اكثر شيء اثر فيه فيس؟ ان الفيس عارفه كل احنا رؤيتنا في الفيس، ما فيش واحد ما يرقدش الا ما يدي يطلع على الفيس شن كاتب وش هذاك شن كاتب. طبعا انا حبيت ننوه ان باحثين العمل بجديات قضيه البطاله، احنا باش سقطنا نظام نبو وطن ونبو نتغلبوا على نسبه البطاله. كم قبل معمر 50% تو 80% مع الدولار تو يبي يخدموا حتى خدمه ثانيه. في اللي يقول انا 500-700 جنيه ينزل في المصرف ودور نبي خدمه خاصه باش نحصل كاش ماني باش انا نرتب الحياه يعني لكل شيء. يا هيثم هي طبعا هذه مصاعب تمنع من يعني مش تمنع، ممكن تخلي النفس تتدمر شويه من الذهاب للميدان والمشاركه في الشان العام. لكن علاش انا قضيتي هذه في المرتب ما خليهاش هي قضيه شان عام وننزلها للميدان؟ بالضبط. لكن شن صار يبي تكاتف توا، وقلت لك قبل كانت قضية واحدة طلعنا هذا غياب العمل الجماعي توا في المستفيد من الدولة وفي اللي طالع برا وفي اللي فلان كذا وكل شيء. فتوا شن صار أنا نقول لكم حاجة، أنا أقرأ بجديات يعني جميع البلدان المتطورة يخافوا من نسبة البطالة. ليش تترتب عليها القتل والسرقة وخود لك جميع الصفات والجرائم تترتب عليها صفة البطالة. رأوا جماعة يحكوا لي في الناس تفضفض يقول لي راه والله عيانا راهم نمشي نهاجو ونمشي ناخذ مركب ما عندناش فلوس، يشوف في روحه يدمر وسنه بعد سنه يلقى روحه في ال 30 في ال 40. شكرا هيثم السيد، بارك الله فيكم. بالخص شكرا لك. فقط 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 هو لتوزيع الادوار وتوزيع الوقت فقط يعني بس تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عبد السلام محمد المنير، عضو المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعوده الملكيه لليبيا مدينه غريان. تحيه. يعني نحب نشبه المحور الثاني هذا بسباق، سباق الجري هو، فهمت؟ سباق الجري طبعا في من 2011 بدينا احنا في سباق الجري كسباق المسافات القصيره، فهمت؟ مش خدناها بسرعه، لما وصلنا نص طريق خلاص الشباب كلها فشلت، كلها بدات تتاخر عن الساحات، فهمت؟ لكن احنا المفروض ناخذها زي الماراثون، ناخذها واحده واحده، فهمت كيف؟ باش نوصل احنا للمبتغانا. هذا التشبيه لبرنامج ساحات التطور. ساحات التطور في 2011 كانت مقتضى بالشباب ما شاء الله، والان يا اخي جي انت حتى زي ما قال لك في تطلع الوضع المعيشي ما تلقاش من يطلع معك. المده اللي فاتت احنا طلعنا في ميدان الجزائر مظاهره بتفعيل دستور الاستقلال، في ناس جو بدوا يتهكموا علينا، قاعد يقول لي شنو تدير انت والناس ما عندهاش فلوس ومش عارف. انت ما عندكش فلوس اطلع الظهر على اي موضوع وقول رايك، هي الساحه قدامك ما فيش من يمنعك ان شاء الله. تمام، جميل جدا. في هذه الردود التي تصلك لماذا لا يخرجون؟ ها ما هي الردود التي او الاسباب التي شن يرد عليك اللي تسال فيها بالعاميه؟ شنو يرد عليك؟ ما هو انت لما تجي تسال تقول شنو تطلع يقول لك انا غير وفر لي السيوله باش من وفرها لك انا كشخص هيك يقول لك انت غير وفر لي السيوله. هذا تشوف المنطق اللي يردوا فيه، فهمت؟ انت ما هي اطلع يا سيدي يقول نبي السيوله، قول نبي اي موضوع انت يخطر في بالك، جمع شباب واطلع. قرب المايك شويه. فهمت كيف الموضوع كيف اللي صاير؟ شنو عندنا السلبيه؟ سلبيه بشكل غير عادي. انت لما تجي تطرح اي موضوع تلقاه ممكن في الشبكات التواصل الاجتماعي تلقاه ممكن ليه زخم، لكن لما تجي على الارض وتجيب تنظم مظاهره او شيء معين مش حيطلع لك حد. جميل. كيفيه معالجه هذا الخلل؟ واحنا صرنا زي ما قلت لك معالجه هذا الخلل من القنوات الاعلاميه،
القنوات الإعلامية وبدأت توزيع قناة تناصح وقناة النبأ، هذوم اللي يعتبروا محسوبين على الثورة، فهمت؟ المفروض حتى خطابكم يتوجه للناحية الثانية اللي هو الطرف الثاني، معناها مش إحنا توحني اللي محسوبين على الثورة تقول هذا خلاص معناها موضوع إيه، لكن الطرف الثاني إحنا مفروض أنتم حتى الخطاب مفروض توجهوا للطرف الثاني أكثر من جماعة اللي قاعدين على درب فبراير، فهمت كيف؟ توجهوا الخطاب لهم، هم الناس هي الخطاب 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 مفتوح وما يستغل ايه وشيء ثاني، حتى اني لما بنطلع زي ما نقولوا على المعيشة مفروض نطلع من اي طيف، معناها ما نجيش نقول لا اني هذا زي ما نقولوا احنا اخواني ولا مش عارفين ولا ما نطلعش معاه، هو اللي جاي داير منظم المظاهرة او شيء زي هذا. وبارك الله فيكم وشكرا على الحضور ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. حياتنا سيدة كريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. غادة العبيدي من مدينة بنغازي، ناشطة سواء إعلاميا أو ميدانيا. بالنسبة لنتعاقب على أمور الإعلام، هو أصلا المحاور المطروحة اليوم نحس فيها كلها متعلقة بالأمر الديمقراطي اللي تحدث عنه، يعني كله يبي حرية رأي سواء إعلاميا. نحن نتكلم عن ديمقراطية وما نجدوش في ديمقراطية بيناتنا، يعني لما تبي تمشي تصور اي اتجاه او في ساحة او في كذا او مظاهرة ما تلقاش مثلا حد مثلا اعلام لازم بياخذ موافقة او محارب او مهدد، ما يقدرش حتى يجي يصور بحرية. هذا اول شيء. ثاني شيء تعقبا على الساحات والميادين، نحن نطلع كل جمعة نشوف نشطاء يتكلموا معنا على صفحات في خروج الجمعة مثلا للسيولة ضد اي قرار مثلا يصدر المصرف الليبي المركزي مثلا حتى تغيير حكومه، فما نلقوش حد مثلا طالع معانا. نطلعوا في ناس والله مضحيه بنفسها، راهو في ناس مهدده، يعني هي الموت وحده لتكون في سبيل الحق، يعني مفروض الناس كلها تطلع. يعني انا لما تفاجأ مثلا في مكان ملتقى او شيء نشوف شخصيات ما شاء الله، لكن في ارض الواقع الحق يعني ما تلقاهاش مثلا متواجده، يعني في شخصيات مش عارف ان شاء الله خير وخلاص. بارك الله فيكم ان شاء الله. تحياتي لك. عليك بارك الله فيك. الطاولة السابعة. الشخص الذي لم يتكلم في الفقرة الأولى. طبعا لاحظوا شباب نريد فقط الاستماع لكل، يعني بس شكلنا في المحاور الجاية حنخلوها حنطلبوا يعني كلمة، لأن والله نحاول أن يكون الجميع مشارك فعلا. صحيح. بإذن الله يعني الجميع اللي طلبوا الكلمة حيشاركوا، هذا يعني شيء مؤكد بإذن الله، بس اللي ما طلبوش هني حنطلب منهم. بشكل هيك يا اسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل البحث في دور الشباب وسعة الثورة والعمل الجماعي، لابد من إيجاد قيادة وطنية قادرة على اتخاذ خطوات العملية على الأرض. علينا أن نعمل، علينا أن نبدأ من داخل أنفسنا، ان كنا نريد ان نعيش احرارا في هذه البلاد بعيدا عن تدخلات الغير في شؤوننا، وعلينا ان نبرهن على قدرتنا على تيسير امورنا بانفسنا، وذلك لن ياتي بالامان ولا بالعواطف انما بالعمل والفعل. لا قيمه لثورة 17 فبراير اذا لم تتوج بدستور يستمد به قوته من اراده الشعب. وثورة 17 فبراير المطفره ويستند له احترام لحقوق الانسان وضمان الحريات العامة وفصل بين السلطات واستقلال والقضاء وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاريع التعددية وتداول السلطي وتداول السلم على السلطة. فهناك أطراف من الثورة المضادة تسعى لإفشال مشروع الدستور وتسعى لإبقاء في بلادنا في هذا الفوضى العالمة. ويجب علينا كعمل في هذه القاعة عمل على تطوع العمل الجماعي والخروج من هذه القاعة بشيء فعلي، يعني وهذا علاش نقولوا ان نستغلوا الاوراق اللي موجوده قدامنا. يا ريت يعني يكون يعني يكون عندنا توصيات، يعني يكون يعني خروج حتى في جروب واحد على الواتساب وفي امكانيه التواصل متاحه، فتوصيات هذه حتى يستمر عملنا الجماعي نكونوا كلنا نوا. يعني انا وزميلي ممكن هنا قاعدين نقدموا في الملتقى بحكم وجودنا وعملنا في المؤسسه اللي منظمه هذا الملتقى، لكن احنا منكم واليكم، يعني احنا زيكم وحنكونوا موجودين مع بعضنا في الجروب الخاص بينا ونبوا نشتغلوا مع بعض، نبوا نطلعوا، نبوا نديروا شيء، ما نبوش نتلاقوا بس ونقعمزوا ونضحكوا ونهدرزوا وبعدين نروحوا ولا كاننا شيء صار. فأول خطوة نقوم بها في هذا المحور تفعيل سعادة الثورة هي إرجاع المنصة بتاع ساحة الشهداء لإزالها
هذا المحتوه السراج ومن معها أزال المنصة، يجب إرجاع المنصة لهذا الميدان، وبارك الله فيكم. جميل. مشاركة أخرى في الطاولة رقم 7، وهي كملاحظة في آخر مشاركة في هذا. نأخذ آخر مشاركة قبل أن نأخذ بريك استراحة. به تمام، نشوف المشاركة وممكن. السلام عليكم. في البداية عندي أكثر الاسم من سؤال. والصفة والمدينة أول. علي بادي من مصراته. تحياتي لك. إن شاء الله. عندي أكثر من سؤال نبي نعطيه للمنسقين في الملتقى هذا، اللي هو ما هي أهداف هذا الملتقى؟ مفروض أنا توقعت أن أول ما أخش هنا أنتم تطرحوا علينا الأهداف وشن الغرض من الملتقى. دائماً دائماً في العادة أن الأهداف ومعروفة، هي الأهداف تكلمنا عنها في. لا، هي للتذكير أنت موجود في الجروب الخاص بالملتقى، تم طرح هذه الأهداف. عموماً الهدف في الشعار الرئيسي هي رؤية مستقبلية. صحيح. لمشروع فبراير، نجتمع نجدد ونفعل، نجتمع نناقش الموضوع هذا، نجدد العهد للاستمرار في العمل ونفعلوا عملنا، نفعلوا الكلام اللي طلعنا به. تمام. انا جبتك للنقطة هذه. انا جبتك للنقطة اللي نبيها. انا انت قلت لي الهدف نتاعك رؤية مستقبلية للشباب، لمشروع الشباب. تمام. احنا كلنا نعرف ان الشباب في ليبيا مش كلهم توجههم فبراير، او مش كلهم توجههم 17 فبراير زي ما احنا توهم متلاقيين. يعني انت في تناقض هيك بين اهداف نتاعك وبين المسمى نتاعك. يعني انت لما تقول لي احنا الملتقى نتاعنا ملتقى شبابي وملتقى، لكن انت حصرتها في ملتقى شباب فبراير. في نقطة أخرى نبي ننوه عليها، راو سامحوني ضروري من. لا لا، أنا نبي نجاوبك باش النقاش يتم بالصورة الصحيحة. بخصوص النقطة هذه، يعني كشباب فبراير مكون رئيسي في المجتمع. تمام. شباب فبراير مكون رئيسي، مش هم كل المكون لكن هم مكون رئيسي. فالمقصود من الملتقى هذا أن المكون هذا شباب فبراير اللي هو النظام الحاكم الموجود الآن، ولو يعني في الإعلان الدستوري وظاهريا هو نظام فبراير، أو النظام الذي جاء بعد فبراير وليس ما قبله، فالغلب الآن لشباب فبراير، فهم الآن لديهم القدرة على أنهم يخرجوا للميادين. طبعا يعني مش هتطلب من شخص مش موجود من قبل في فكرة موضوع الميدان والساحة إلا إذا كان انت خديت بيده وطلعت. هي ممكن الإجابة هيك، يعني إن احنا شباب فبراير نكونوا موجودين على الساحة بشكل منظم. عندي ملاحظة تانية، اللي هي احنا قاعدين نتكلم على نزاهة الإعلام وقاعدين نتكلم على توجهات الإعلام. انت لما تقول لي احنا نسمع الرأي والرأي الآخر ولا الطرف الآخر في الملتقى هذا، نرى فيه ان كلهم من طرف واحد. يعني نتمنى ان في الملتقى الآخر او في ملاقاية تانية مع بعضنا، ان بجديات نبو نجلس مع الاطراف الاخرى. جميل جدا. احنا مهما كان محسوبين احلى. جميل جدا. جميل جدا. احنا مهما كان قصدي يعني في بعض القنوات فرحان بها، صحيح انك ما زال قاعد تدافع، لكن تدافع على 17 فبراير. لكن عجبتني مشاركة احد الاخوة لما قال شبهها بالماراثون. 17 فبراير هو رمز كان، او حراك، او ثورة، نسموها كيف ما بنسموها، عندها فترة خدتها وتمت. بعد احنا كيف نستمر وكيف ننجحوها؟ ننجحوها بالاهداف نتاعها، ننجحوها. عندك مداخلة اختي؟ تفضل تفضل. طيب، هذا الشعار نتقبل منها الكلمة هذه. احنا كيف نبو نخلوها باقية وتتمدد؟ احنا ضروري مرعوا جميع التوجهات الثانية، لان احنا اللي تجمعنا ليبيا. احنا 17 فبراير هو مجرد رمز، هو تاريخ 17/2 هو مجرد رمز، لكن احنا مش هذا الغرض منه. الغرض من الاهداف نتاعها، الاهداف نتاعها هي اللي نبو نستمر بها. عندي لك سؤال قبل لا تختم مداخلتك، لان حتى الوقت معاش فيه على البريك. عندي لك سؤال، انت كيف تبي تخاطب الاطياف الاخرى من المجتمع اذا كان انت صفك فبراير غير موحد وما عندكش اي وجود على الساحه وما عندكش عمل جماعي؟ بسيطه جدا، وهذا نحط المقصود. نحط شعار ليبيا، ليبيا تجمعنا، ملتقى شباب ليبيا، ملتقى نوحدوا صفنا، نطلع للاطياف الاخرى نتوحدوا معاهم، بعدين يصبح عندنا فعلا الكيان اللي نبوه، كيان ليبيا، كيان الدوله الليبيه. صحيح. اعتقد ايش رايك في الفكره هذه؟ كويسه. هذه اجابه على هدف الملتقى. اجابه على هدف الملتقى، اعتبرها هي فعلا. هي فعلا هي تو كيف جت للاجابه يعني. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيكم. انا اعتذر جدا في هذا المحور لان الوقت ضاق جدا، فاعتذر منكم. عموما المشاركات هي
الأفكار دونوها ترحل للمحور اللي بعده. حناخدو بريك راحة 10 دقائق بإذن الله. بعد نتمنى أن احنا نلتزموا بالوقت هذا بالذات يعني باش نقدروا نستغلوا الوقت المتاح عندنا. بعد 10 دقائق بإذن الله نتلاقوا في القاعة مرة ثانية وحنتلاقوا توا في البريك. في طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نعود لنستأنف أعمال هذا الملتقى. طبعا البريك اللي خديناه قبل شوية ساهم في أن في ملاحظات وصلت عن طريق الشباب وعن طريق الحديث اللي كان أخوي مع كل الشباب أو أغلب الشباب اللي حاضرين. مرة تانية أعتذر من اللي ما قدرناش نوفره له يعني مجال أنه هو يتكلم معنا في المحاور الأولى أو في بداية المحاور الأولى، بس المجال حيكون مفتوح للجميع رجاء من الجميع. أتمنى المشاركة من الناس اللي ما تكلمتش معنا، الناس اللي ما طلبتش كلمة أتمنى منهم مشاركة. هذا رجاء خاص من الناس اللي ما شاركتش. أنا أرجوكم رجاء خاص. وقت زمني محدد يعني نأخذ مثلاً من دقيقة ونص إلى دقيقتين بحيث إن نسمعوا لي أكثر من رأي وأكثر من شخص. نحاول إن يكون خطابنا في العمق في الصميم، المحور اللي يطرح إن نغوصوا في صميمه بدون ما نبتعدوا في ونخوضوا في أمور أخرى هي بعيدة عن أو من الأفضل إن نبتعد حتى عن النقاش فيها لأنها هي ما لهاش علاقة بالعمل اللي قاعدين يشتغلوا فيه. هي الفكرة الأساس أن نكون الأفكار في ذهني ثم نكتبها على ورقة ومن ثم نطلب الكلمة فنعطي الفكرة وبذلك نكون قد أخذنا أصغر وقت حيز من الزمن. مع هذا أعذروا تقصيرنا فنحن بشر والكل يعني يخطئ ويصيب. نعتذر منكم، نعتذر من أي حد سواء عن ما سبق أو ما سيأتي. أعتذر منكم بالنيابة عن زميلي إسلام وأصال عن نفسي. نبدأ على بركة الله في المحور الثالث، دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي. إسلام شوية بس لاحظت حاجة أنا أن الكلام اللي فات كان مربوط بالمحور اللي قاعدين نتكلموا فيه توا، بدليل أن واحد من الشباب تكلم على مبادرة مديرها هو، في شباب آخرين قالوا كيف حنفعلوا الخطاب هذا. فدور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي هذا محور حديثنا الآن. لاحظوا أنه حيجركم للحديث عما سبق لأن العمل الجماعي أساس ما سبق، أساس الساحات وأساس الإعلام، توحيد خطاب الإعلام. باي تمام، أطرح السؤال وعندنا السيد أول من طلب الكلمة في الطاولة رقم 4 عن المحور رجاء والحديث في العمق. المحور الثالث هو عبارة عن دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي. السؤال يقول صناعة التأثير والتغيير كلها تحتاج لعمل جماعي، منظومة مرتبطة متكاملة، كيف تقيم العمل الجماعي المدني والمؤسسي في خط فبراير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن محمد أبي المغربي من مدينة طرابلس، أخصائي علاج طبيعي. نحب نتكلم على أول حاجة تفعيل الخطاب الإعلامي للشباب الثورة. مديت يدي وما حصلتش الفرصة فيه، فنتكلم بإيجاز في نصف دقيقة ونقول إنه هو يعني بنقول إنه مفروض يعني عدم استثناء أي من وسائل الإعلام في تفعيل الخطاب الإعلامي للشباب الثورة، يعني بحيث إنه مفروض يعني يكون في جميع وسائل الإعلام يعني من تلفاز من إذاعة مرئية من إذاعة مسموعة طبعاً وإذاعة مرئية تلفاز ووسائل التواصل فيسبوك وغيرها من تويتر، يكون في جميع الوسائل يعني باش تكون أكبر فرصة إن إحنا نتكاتبه وتوصل الفكرة للجميع يعني والخطاب للجميع. في دور الشباب في تفعيل ساحات الثورة أنا ضد المظاهرات، معلش يعني السبب موضوع السبب طبعا في إن إحنا قمنا بمظاهرات فيما سبق وما نجحتش إلى الآن، إحنا هذا السبب تواجدنا هنا. جميل، ولكن لن الملتقى سنتحدث عن دور الشباب هذا بالأحرى، ولكن أنت تطرح الآن مشكلة كيفية حلها. كيفية حلها بدور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي، ان احنا بالخطاب الاعلامي لما احنا نحط الخطاب الاعلامي لجميع وسائل الاعلام في جميع وسائل الاعلام هذا ممكن يساعدنا في العمل الجماعي للشباب يعني
في يعني يقدم يعني تقصد انت بعيدا عن الساحات وكذا في مجال للعمل الجماعي. ايه الساحات انا ضدها نهائيا. تمام، كيف امكانيه لم تثمر مش في ليبيا فقط، مش في ليبيا فقط، ولا حتى في مصر، ولا حتى في تونس، وما فيش اي ثوره ناجحه يعني بصراحه. طيب اوكي، انا يعني احترم رايك وهذا فعلا وجهه نظرك، بس انا نسال مع اني كنت تعدنا يعني عن مساله الساحات. معلش عفوا، بس مع اني كنت يعني معها قلبا وقالبا ثوره 17. جميل جدا، لكن الله غالب يعني، ولازلنا مع الثوره لكن غير راضين عن ما جاء بعدها. ولازلنا يعني لربما تنجح في يوم من الايام باذن الله يعني ان شاء الله، وتنجح إن شاء الله. تنجح ليبيا سواء بثورة 17 فبراير ولا بغيرها يعني. لكن انا سالتك على مساله العمل الجماعي، انت ترى فيه يكون بعيدا عن الساحات، وهذه وجهه نظرك. كيف بعيدا عن الساحات؟ اعطيني مثال يعني، اعطينا مشاركه ممكن احنا ناخذها كفكره نشتغلوا فيها مع الحضور. لا، بعيدا عن المظاهرات يعني. ايه بعيدا عن المظاهرات. المظاهرات ايه. لكن ممكن عمل الجماعي في الساحات طبعا، وقامت النشاطات من قبل يعني بتنظيف الساحات مثلا بانشطه يعني عديده تطوعيه مثلا في الساحات، وكي تحل مشاكل او لا؟ كيف تحل مشاكل او لا؟ الانشطه اللي تحكي لها تحل مشاكل في صميم الدوله؟ لا تحل مشاكل طبعا، تحل مشاكل. وانا نبي قبل دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي هو العمل الفردي اللي هو يعني كل شخص في عمله، نشجع كل شخص في عمله. لو شجعنا كل شخص في عمله انه هو يخدم في الخدمه اللي هو يقوم فيها موجود فيها، هتبنى الدوله بالفعل يعني. لان اغلب الشباب يعني معروف جدا انه يعني يخدم في اماكن في الدوله بالاسم فقط يعني. تمام، وشكرا، بارك الله فيك. طاولة رقم 5، معلش حتى هو من بكري يطلب في الكلمة. مساء الخير. مساء النور. المحور الثالث، دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي. ممكن نتكلم على تجربتنا كحراك احنا اللي بيحلها شباب. اشتغلنا على العمل التطوعي والعمل الميداني، ولقينا ان الشاب عنده قبول حتى في الشارع. نعرف ان نسبه الشباب في ليبيا كبيره، اللي هي ممكن يوصل ل 67.7، هذه في احصائيه 2014. اشتغلنا على الارض وكانت فيه مبادرات ممتازه. ليش؟ باش توصل اولا صوت الشاب، ثانيا ان الشاب راهو مش شاب سلبي، قادر انه هو يساعد حتى الدوله او شبه احنا في تكوين دوله. ساعدنا مجموعة أو اشتغلنا على مجموعة عمل تطوعي آخرها لشهر رمضان للسنة الثانية، هي حملة أهلنا زينا زينهم لذوي الدخل المحدود المطلقات والأرامل، وكان فيه شغل ممتاز ولحد الآن مستمرين فيه. اليوم العالمي للسرطان، وهذا كان يوم 4 فبراير أو 4/2، نعم 4 فبراير نعم. اشتغلنا على موضوع اليوم العالمي للسرطان، وكان شيء نحن نعتز به ان احنا اشتغلنا على الشيء هذا. في مبادرات تانية اشتغلنا مع المفوضية العليا للانتخابات، ممكن حتى بمساعدة تسجيل الناخبين في المنظومة الأخيرة. يعني الشاب قادر انه هو يغير. الثورة قاموا بها شباب يا جماعة الخير، ما قاموا بها شيء الناس تانية، شباب هم اللي قاموا كرسالة. احنا في حراك ليبيا حلها شباب، شباب وقود بناء وسلام لا وقود للحرب. شكرا، بارك الله فيك، تحياتنا لك. شاركة من الطاولة رقم 2 استاذ عبد الروف. استاذ عبد الروف، بعد ما ناخذ الاستاذ عبد الروف حناخذ بين كل حد طلب الكلمة والاخر اللي طلب الكلمة حناخذ بينهم واحد ما طلبش الكلمة، هذا حنختاروه انا واسلام. فلذلك أتمنى أن كل واحد يجهز حاجته. هو والله الهدف أن يكون الجميع مشارك يعني. تفضل استاذ عبد الرؤوف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية قررت البارحة أن أشارك ولا أتحدث، ولكن من خلال اللقاء اليوم أردت أن أعمق الحوار في هذا الملتقى، ونشكر القائمين عليه. أولا كلمة للشباب، فأقول كلمة من القلب إلى القلب. مايك استاذ عبد الرؤوف. لا تنتظروا أحد يصنع لكم مشروع بناء الدولة، أنتم المسؤولون عن صناعة هذا المشروع. نقطة آخر السطر، أعرج وآخذ طرف الخيط من أخي. الشعب الليبي شعب شاب،
نسبة الشباب فيه 67.7%، نعم، حسب تقرير ديوان محاسبة سنة 2014. وعليه أقول يجب أن نخرج من ثنائية الصراع المزعوم للساسة ولأفاقين الذين قفزوا على ظهر ثورة فبراير، ولكل الأدعياء الموجودين في الساحة الآن، ويجب أن نخرج من ثنائية الشكل. البعض يقول ثورة فبراير، والبعض يقول ثورة مضادة أو غيره. يجب أن نخرج من الأشكال الظاهرة إلى وحدة المضمون. وعندما أتكلم عن وحدة المضمون أقصد هنا مجموعة المبادئ والقيم التي طرحها الشعب الليبي في هذه الثورة المباركة، والتي الآن نحن ننعم بها، وهي حرية الكلمة وحرية التعبير وحرية الإرادة. إلا أن في بعض المساحات ضيقت وأجهضت. وعليه أحب أن أقول إننا نحن نخوض الآن معركة تغيير، ومعركة تغيير تحتاج لوقت طويل، ليس بالسنة أو السنتين أو الثلاث أو العشر، لا، نحن نخوض معركة تغيير قد تستمر لعشرين أو ثلاثين سنة حتى نستطيع أن نغير المفاهيم، حتى نستطيع أن نغير الأفكار، حتى نستطيع أن نغير المواقف، حتى نستطيع أن نغير القيم. المعركة ليست معركة بسيطة. نحن عندما نتحدث عن مشروع بناء الدولة يجب أن نتصور أنه في حاجة إلى خمس ركائز أساسية، في حاجة إلى قائد أو قيادة، في حاجة إلى نخبة، في حاجة إلى مشروع، في حاجة إلى قوة، في حاجة إلى إرادة. وبالإرادة نستطيع أن نفعل كل شيء، ولكن هؤلاء الموجودون على الساحة إلا من رحم ربي قد اغتالوا الحلم، اغتالوا الطموح، اغتالوا الأمل للأسف الشديد، وأرادوا أن يدخلوا هذه الثورة المباركة وهذا الشعب الكريم في دهاليز مظلمة وأقبية صنعتها مخابرات دول خارجية. وعليه أرجع فأقول للمحور الأول، عندما كنت في الأول من مسك إذاعة القنفود بعد التحرير، فلم أجد قانون للأعلام حقيقي. نحن في حاجة إلى صياغة مشروع قانون. اطلعت على موسوعتين لقوانين الأعلام والثقافة في العهد السابق كاملة، تقريبا المجلد الواحد يربو عن 500 ورقة. لم أجد مشروع حقيقي للأعلام، لقيت مشروع أيديولوجي لصناعة الإنسان كما كان يفكر المقبور في الحقيقة. وعليه أقول نحن في معركة تغيير، راهو حقيقي معركة تغيير فكر، معركة تغيير قناعات، معركة تغيير سلوك، معركة تغيير تربوية أيضا. فهذه الأمور يجب أن نضبطها، ونحن نحتاج أيضا إلى مدونة سلوك، ليس ميثاق شرف فقط، لا، مدونة سلوك حتى نستطيع أن نخرج. أتمنى الإجازة لكي نأخذ كافة الأصوات حتى نستطيع أن نخرج فعلا برؤية مستقبلية لصناعة مشروع للوطن. أنا أؤكد يجب أن أخرج من ثنائية الشكل إلى وحدة الموضوع، وحدة المضمون. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، وجزاكم الله خير. مشكور أستاذ عبد الروف، شكرا لك. في سيدة هنا طلبت الكلمة، وحنختاروا الآن اسم اللي ما طلبوش الكلمة. اللي طلبوا الكلمة اثنين اللي على طاولة ثلاثة، والسيد هنا في طاولة واحد موجودين عندي. حنبدو بالسيد عماد وإن شاء الله نمشوه. تفضلي سالة. السلام عليكم. بخصوص المبادرات الشبابية، نحن لاحظنا أن الشباب قادر وقدم الكثير من المبادرات. يعني نحن شفنا في المرحلة الماضية مبادرة من مؤسسة جيل وبناء الشبابية، والتف عليها أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني في كل أنحاء ليبيا. هذه الحملة كانت باسم حملة سامحني، أظني جميعكم سمعتوا عليها. وهذه الحملة تحكي على خمس قيم إنسانية، اللي هي قيمة التسامح، وقيمة الكسب الحلال،
وقيمة الاختلاف والتعددية وإتقان العمل والمسؤولية. هي الحملة هذه طبعاً خمس فروع قامت بجزئين من هذه الحملة، اللي هي التسامح والمسؤولية والكسب الحلال، والآن عندنا الاختلاف والتعددية. نحن اللي نطالبوا به أن ندعم هؤلاء الشباب في مبادرتهم. المشكلة اللي نحن نعانوا منها والعقبة الأساسية هي فقدان أجهزة الدولة لثقافة العمل المؤسسي، ثقافة المجتمع المدني، كيف أنت تدعم. نحن نعرف أن هناك مسؤولية اجتماعية مسؤول بها كل مؤسسة في مجتمعنا، ولكن للأسف غائبة. نحن قاعدين نعانوا، يعني هذه الحملة المفروض تستمر، المفروض ندعموها، وأنا من خلال هذا المنبر أطالب بدعم هذه الحملة لكي تستمر، لأنها حقيقة وصلت للشارع، وصلت للخطاب الإعلامي، وصلت معلومة كانت غايبة عن الجميع من خلال الإعلام، من خلال برامجها اللي قدمت، من خلال جميع مؤسسات المجتمع المدني. في نقطة أخرى بنحكي عليها، اللي هي نحن قدرات شبابنا ومبادراتهم. يعني نحن شفنا توا عديد من شبابنا اتجهوا لأنهم هم داروا مؤسسات تجارية ومؤسسات تدريبية بدعم خاص بهم من غير ما تدعمهم الدولة. هذه بادرة كويسة، لازم نحن نتجهوا للمشروعات الصغرى، ندعموها ونساهموا مع شبابنا ليوصلوا لمبتغاهم. فأنا دائما نقول آمن بقدراتك، حب نفسك ستحب طموحك، ثق بما تعمل سيخضع لك كل شيء في حينه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جميل جدا. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة، تتكلم عن دعم الشباب، كيفية دعم الشباب. إذن هناك سؤالان بالأحرى للطاولة رقم واحد السيد هنا أمامي، سؤالان: كيفية دعم الشباب، وكيفية دعم الشباب الذي هو يعمل أساسا في مؤسسات المجتمع المدني، وكيفية دعوة الشباب الذي لا يعمل في تلك المؤسسات. أولا السلام عليكم جميعا، عماد خضورة من مدينة مصراتة. أنا يعني بنوه على نقطة بسيطة في موضوع المحاور. أنا لاحظت أن ما شاء الله ترى الموضوع كان كبير جدا، بس تعد شوية على محاور في ذاتها. يعني إحنا مشينا للمسميات ومشينا للأحداث، حتى في موضوع الشباب مبادرات وحاجات. يعني نبغى نتكلم على الموضوع في ذاته لضيق الوقت بس. أنا بنتكلم على فكرة دور الشباب. أنا دور الشباب في المبادرات، أنا أرى أفضل أروع شيء قدماته ثورة 17 فبراير بعد إزالة النظام المستبد، هو تفعيل دور الشباب. وممكن لو ردينا للمحاور هي مربوطة في بعضها، تفعيل الخطاب الإعلامي لشباب الثورة. فعلا الخطاب الإعلامي أو الإعلام بصفة عامة هو اللي غيب دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي. نعم. يعني كانش الإعلام مركز جدا على دور الشباب. هو يعتبر من أبرز ما قدمته فبراير هي المبادرات اللي قاعدين يقدموا فيها شباب في مجمل ليبيا. دور الشباب في تفعيل ساحة الثورة نوح عليها شوية، هو غياب الخطاب الإعلامي له دور كبير في غياب ساحة الثورة، لأن هي محاور مرتبطة. إيه، لأن عدم مصداقية الإعلام وشك الناس في مصداقية الإعلام والتنافس كما قالت واحدة من الأخوات بين القنوات في الإعلام، خلى الناس بجد يعني ما عادش في قضية واحدة وهدف واحد نطلع عليه للساحة. يعني نطلع للساحة اللي من نحس إن نعتبر أجندة، أو خلينا بمنطقية السياسة، القنوات والساحات كلاهما سيسة وأصبح علنا، يعني تسييسه ما أصبح علنا، يعني ما ندوش بهدف واحد. في موضوع دور الشباب في المبادرات والعمل الجماعي، زي ما قلت لك يعني هذا اجمل ما قدمته ثورة 17 فبراير، كان يعني مستوى يعني اكثر من ما كنا نتوقع، لكن غياب الاعلام. اما كيف نفعله هو المحور الاخير، هو دور الشباب في المشاركه السياسيه. وجود الشباب في المشاركه السياسيه هو اللي يعطيهم السلطه ان هم يفعلوا هذا الدور، لان في غياب الدوله ووجود الصراعات والاجندات، فأكيد حيكون دور الشباب في المبادرات حيكون مطموس جدا. بس مش لازم ان المشاركه الشبابيه تكون في مجال سياسه فقط. لا، مش عن السياسه، لا، يعني ندعو على الخدميه. في الخدميه حتكون محدوده ما دام غياب الدوله ووجود الصراعات. لو قدر الشاب يتمكن انه ياخذ مناصب في الدوله او يعني جهه سلطه تشريعيه او كذا، يقدر هو يدعم هذه المبادرات. احنا نعانوا من عدم دعم. طب احنا مثلا منظمه مجتمع مدني، الدعم غير موجود الا في حاله انه يكون مسيس. لو خدمت اي مصالح معينه حتلقى دعم، ما خدمتش اي مصالح معينه مش حتلقى دعم. فهنا الفكره، احنا نعتبره نعانوا من غياب دوله، وغياب الدوله هو اللي سبب مشاكل زي دي. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك سيد عماد. بخصوص اني نرجع ونقول بحكم المجال اللي نشتغل فيه، ما تحطش عائق قدامك ان لا هذه سياسه ما نقربهاش. اي شيء متاح انك انت تخش فيه، حافظ على مصلحتك وحافظ على سلامتك الشخصية ومن حقك كل الشيء هذا، بس اقتحم أي مجال ترى أنك أنت تقدر تبدع فيه.
يعني أنا نحكي لكم من تجربة، أنا وزميلي إسلام مارسنا العمل في السياسة يعني في من الجانب الإعلامي، وعادي جدا يعني الأمر سيان. يعني ما تخليش قدامك مشكلة أنا بعد المشكلة هذه رأو مش هنقدر نتحرك في المجال هذا، لا أوكي، تقدر تتجاوزها المشاركة السياسية، تقدر تتجاوزها في مشاركة في خدمة المجتمع وبنائها. السياسة جزء من بناء الدولة. فعلا صحيح. ربط السياسة ما أنا نقعد محصور في. بالضبط. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فهو المقصود إن ما نبوش نديروا عوائق قدامنا. الزملاء الزوز اللي في الطاولة ثلاثة حتكون ليكم الكلمة، لكن قبلها حتكون لزميلكم السيد مراد على الطاولة نبو مشاركته زي ما نبهنا السادة المشاركين. تفضل سيد مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مصمم يعني بنتكلم. بكري اخوي علي بادي قال عرف باسمك. اول حاجه مراد شيتاو من شباب مدينه مسلاته. اهلا وسهلا بك. اول حاجه بكري اخوي علي بادي يتكلم على برنامج العام لملتقى شباب فبراير اللي متواجدين الاغلبيه وكلهم من شباب فبراير، بس الرؤيه المستقبليه لمشروع الثوره هي بناء دوله. احنا كنا في لا نظام ولا دوله، طلعنا ضد القدافي وضد كذا باش نبنوا دولة. يعني الهدف كان ان احنا نبنوا دولة. بالنسبة للخطاب الاعلامي لشباب الثورة حاليا اللي نشوفه فيه، سواء القنوات اللي محسوبة للثورة المحسوبة معنا ولا المحسوبة ضدنا. بالنسبة للشباب، انك انت مسيس حتكون تخدم هيك سواء في طرف هيك ولا هيك، اللي نشوفه فيه الحالي انك انت لو بتمشي معاهم تخدم في الطرف هذا ولا في الطرف هذا. لكن اللي وصلنا له احنا قعدنا نتوجه للفيسبوك والتويتر ولكذا، لان في قنوات ما نشوفش فيها تعبر على رايي. حتى اللي محسوب علينا احنا في صف الثوره ما تعبرش على ارائنا، قعدنا نشوفه انه في الفيسبوك وفي تويتر وكذا تعبر علينا احنا على رايي الشخصي. يعني في امور ما تعبرش عليها قنوات حتى اللي محسوب علينا. انا كتبت نقاط من بكري بخصوص الموضوع هذا. طبعا انت واحد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعندك تجربه. انا اعرف ان في قناه من القنوات نقلت كذا مرة خبر أو أخبار نقلا عن صفحتك من مصادرك. هذه تجارب موجودة، يعني ممكن نسمي لكم شخصيات هلبة من عدة مدن موجودين الأشخاص هما. هي هذه التجربة، أنت ضايقك شيء هذا، زادك شيء معين، أعطاك خبرة معينة، قدمت بالموضوع شوية. هو اللي خلي القنوات تنقل مننا. يعني بالنسبة لي العبد لله، يعني كنا في أمور نشوفوا فيها بعيوننا، يعني ما نخدش ما ننقلش من فلان ولا علان. كنت لما نصير خبر ولا شيء نمشي نطلع عليها أنا شخصيا. يعني كانوا في قنوات تنقل مننا، يعني اللي محسوب علينا واللي ضدنا. حتى اللي محسوبة ضدنا كانت تنقل، يعني كانت تنقل في أخبار إحنا نكتبوا فيها ويألفوا علينا في أشياء إن إحنا نتبعوا كذا ونتبعوا كذا. يعني كلها أمور من وحي الخيال يعني. بس التجربة عند الناس كيف كانت؟ ناجحة؟ في مشاركة؟ في تفاعل؟ بالتأكيد هي شيء جديد كان بعد الثورة، كان شيء اقتحمنا. يعني بالنسبة لموضوع المجال السياسي ولا المجال الإعلامي كان شيء جديد بالنسبة لنا بعد الثورة يعني. بس نحكي لك بالنسبة للخطاب الإعلامي اللي حاليا اللي صاير، غياب المصداقية والشفافية في القنوات، يعني هذا شيء مؤثر بشكل واضح في القناة زي ما حكيت لك، في القنوات اللي محسوب علينا واللي ضدنا. وغياب القانون والرادع وفقدان المصداقية للقنوات، يعني ما فيش قانون يحدد يعني سواء يحميها ولا يحدد خدمتها يعني. وبالنسبة نرجع للمحور الأخير اللي هو دور الشباب، غياب الدعم الكامل بالنسبة للشباب. يعني في وضع البلاد حاليا سواء في الحكومة الحالية يعني ولا في الحكومات اللي قبلها، انك انت في طرف كذا حيدعموك، لكن انت مش معاهم ولا بصاحب قضية ولا صاحب شيء، مفيش حد يدعمك. الشباب كانوا هم وقود الثورة وهم حيكونوا وقود بناء الدولة. الشباب المسؤول الاول، والمسؤول الاول يعني على بناء الدولة اللي نشوفه فيه حاليا. يعني الناس اللي منيش مقايل لك اللي في الاعمار متقدمة ولا كذا اصحاب خبرات وكذا، لكن مفيش حد ساعي ان الشباب يكونوا في المناصب القيادية وفي يعني يقدموا شيء لموجودين اللي كانوا قبلنا ما قدموا شيء للشباب حسب ما نشوف فيه يعني. جميل. هذا الكلام الأخير هذا حنتكلم فيه في المحور الرابع. عموما تحية لك. أنقل الزميل على أنقل الكلام على يسارك شخصيا. بس على يسارك تمام. يمينك هو طبعا. أنا كنت نقصد اليسار أمانة يعني، هو كنت نبي صوت جديد بس تفضل لك الكلمة. لا والله لك الكلمة. تمام. دور الشباب. أما أول شيء، هل عندك مشاركة مثلا شبابية جماعية مؤسساتية؟ بالنسبة طبعا لمشاركاتي الشبابية كانت يعني في أكثر من حملة، كانت على مستوى ليبيا حبها وبنيها، فكنت مشرف يعني فريق مدينة مصراتة. كانت حملة يعني بدأت بالنظافة والقراءة وأيضا التوعية والتثقيف.
كانت يعني فيها اربع مجالات، حاولنا ان احنا ان يعني نضم مجموعه من الشباب من المدينه وايضا حتى المدن الاخرى عندها فرق، يعني حتى هي من مدينتها كل مدينه تضم الشباب، وايضا حتى هو كان في يعني ملتقى جماعي اجتمعوا فيه جميع الشباب وكل من جميع الاطياف وكل شخص لديه وجهه نظر. طبعا غلبنا صوت يعني الوطن على صوت ان هذا مع ثورة 17 فبراير او مع سبتمبر، فجمعنا وطن واحد. واكيد يعني حتى الوان وشعار الحملة كانت هي اللي تربطنا، حب ومودة وسلام هو اللي جمعنا. ايضا كان عندي نشاطات في بعض المنظمات منها منظمة لمستحيل. جميل جدا. احنا يعني انت كشاب مشارك في المجتمع المدني بالعموم، شنو هي المشاكل اللي تواجه الشباب في الدخول في هذا المجال؟ طبعا الدخول في هذا المجال عند مفوضية المجتمع المدني يجب وضع قانون يعني يضبط هذه المؤسسة أو المفوضية من ناحية حتى يعني العدد الكثير من الجمعيات أو المنظمات اللي ظهرن. يعني هناك منظمات عبارة عن شنطة وليست مكاتب، عبارة عن صفقات فقط لتسيير أشياء معينة، أو أن هي عبارة عن غطاء لأجندة خارجية أو منظمة خارجية تريد الدخول إلى طبعا ليبيا. أيضا عدم وجود دعم، يعني المفوضية المفروض تدعم بعض المنظمات اللي لها تأثير في المجتمع إيجابي على الشباب، لكن إحنا لا يوجد. يعني حتى أي ممكن نشاط بالديرة بتدور لك يعني دعم، والدعم هذا شركة أو كذا، ممكن الشركة هذه صاحبها يكون عنده أجندة أو شيء. لكن أنا بنحب ننوه يعني دور الشباب من ناحية المبادرات زي هذه الملتقيات، نتمنى أن هي تكون ملتقى عام، ملتقى للشباب ككل. طيب تمام، أكملت الفكرة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أعتذر منك. ننتقل يعني إلى المحور الرابع، لأن أمانة الوقت دهمنا، يعني ممكن حتى أخذنا من المحور الثالث جزء كبير من الحيز الزمني للمحور الرابع. المحور الرابع هو من المحاور المهمة جدا، هو أعتقد في وجهة نظر الشخصية هو أهم محور من بين المحاور الأربعة، هذا بوجهة نظر الشخصية، اللي هو حنتكلم فيه على دور الشباب في المشاركة السياسية. خلا طبعا كانت في حوصلة في كل محور من المحاور اللي فاتت، وكنا نجول الجانب السياسي نشاركه والله لا علاش لا، يعني الموضوع مخيف شوية، في ناس تتقبل الموضوع هذا وفي ناس لا. أنا أول سؤال نبي نطرحه، يعني هل المشاركة، مشاركة الشاب في السياسة عيب؟ نبي حد يجاوبني باش ندردش أنا ويان ندخله في صلب المحور. طاولة رقم، تفضل، أعطيت الكلمة أنت. طاولة رقم 2 تفضل. تمام، 2 إلى 1 أو من 1 إلى 2. السلام عليكم، أنت تخش معي في درس معنا. أكيد هل هي عيب المشاركة في السياسة؟ أكيد لا، مش عيب. أكيد لا. تمام، شنو ينقص شبابنا باش يكونوا موجودين في السياسة؟ أنا حاليا سامحني، يعني حتى أنا لما يجيبوا لي في ضيوف شخصيات مسؤولة، ما نحكيش على المحللين وكذا، والكل له كل الاحترام، بس عنصر الشباب غايب للأمانة. يعني جدا عنصر الشباب كتر خيره، كان لقيته ناطق إعلامي باسم المؤسسة كذا بدون تسمية. يعني هو غياب دور الشباب ممكن في شيء ينقصهم الشباب، هو الثقافة السياسية، هو زي ما قلت انت وتنور بعض الاخوه، خوف من السياسه، مع العلم ان اي هو المشاركه في الانتخابات سياسه، ذهابك لصندوق الاقتراع ده نوع من السياسه، مشاركه بات. فقصدي غياب الشباب على السياسه هو الخوف من او عدم المام بموضوع السياسه. حاجه ثانيه هو موضوع التسييس، يعني الشباب يسيسوا ل استخدامهم في اخراج واجهه سياسيه بدون استخدام هم ك. ليش يسيسوا؟ ليش مش هم اللي يسيسوا؟ ما قلت لك غياب الثقافة السياسية هي اللي مأثر علينا. غيابهم عن المشهد يأثر عليهم. حتى غيابهم عن المشهد، أنا يعني بحكم المجال أيضا الشغل فيه، شوفوا المنظمات الأجنبية لما بتجي تدير دورات مثلا تدريبية في أي مجال من المجالات، من يختاروا؟ يختاروا في البارزين اللي يطلعوا على الساحة واللي يكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني غيابنا مؤثر على وجودنا في السياسة. لو كان نتكلم على صعيد آخر أيضا، لحظة لو سمحت، على صعيد آخر تلاحظ كل الشباب يقولوا إن علاش ما يختاروش فينا، علاش ما يقدموش فينا، علاش ما فيش شباب ماسكين مناصب، ورغم ذلك الشباب ما عندهم مش مشاركات. هو أصلا ما مشاش ويبني كلمة نادر. كلمة قيلت في الملتقى الأول من فبراير في النسخة الأولى، كلمة قيلت من أحد الشباب اللي زالت راسخة في ذهني للآن،
قال إن كل الشباب ينادوا ونبوا مكان في المجال السياسي، نبوا مناصب، نبوا مناصب سيادية سياسية اجتماعية أمنية وإلى ذلك. لكن قال ما فيش في يوم رأيت شاب حتى على صفحته في الفيسبوك كتب أنا برشح نفسي لمنصب الفلاني، أنا أرى في نفسي أني نحمل المؤهل العلمي اللي أهلني أني نمسك المنصب الفلاني. في تخاذل كبير من الشباب. أكيد، بس قلت لك في جانبين. أولا في شباب قدمت على فكرة على المناصب السياسية ونظرا لضعف الدعم، سواء كان الدعم المجتمعي أو الدعم المادي، هذين عنصرين مهمات جدا جدا. أنت لما نيجي نطلع يعني طوبة في انتخابات مثلا النواب، قدموا شباب، رأي قدموا نسبة كويسة من الشباب، لكن ما كانش في إعلام أو دعم لهم، يعني حتى تلقى الأصوات لهم ضعيفة جدا، حصلش دعم مادي يقدر يعرض به مشروعه أو يقدر يعرض به فكرته، مش يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس مش يصوتوا له. هو ما كانش في غياب تامرة، هو كان في غياب جزئي. الحاجة الثانية هي تخافت إن الشاب كان يستخدم أكثر من إنه هو يستخدم، كان يسبق، يعني كما نقول الصف الأول كان هو السباق للمشهد، لأن هم يعني لو قلنا أحد انتخابات أو مشاركة في السياسية كان نرى إن الشباب يستخدموا كمدراء حملات، مروجين، صح. فكان يقتصر عليه الدور هذا إنه هو مروج أو كذا، أما إنه هو يبادر في ذاته كانت غايبة جدا. جميل جدا. هو إحنا هيك فتحنا الحوار في المحور هذا. الطاولة رقم 5 السيد الطاهر، لفندي الطاهر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شكرا لتحت هذه الفرصة. أنا ممكن أكبركم سن ولكن لدي أبناء في أعماركم والشباب روح. شباب الروح. وهذا ما يجعلني يعني كثير التنقل وكثير الانفعال مع هذه البرامج. لو تعرفنا بحضرة تعرف الحاضرين هنا أنا الطاهر الغرابلي، عميد في الجيش الليبي. أعتقد أن فبراير كانت مشروع، ما فيش حاجة اسمها فبراير ما عندهاش مشروع. فبراير كانت مشروع بناء دولة، وإحنا يشرفنا أن اقتحمنا يعني المجال الانتخابي في السنة الأولى من الثورة، وهذا ربما يعني ينعكس على الوضع الذي نحن فيه اليوم والذي نعانيه. الانتخابات التي أجريت في 7/7/2012 يعني للأسف أن الشباب هم اللي دفعوا الثمن في الثورة، وهم اللي ضحوا، وهم اللي الآن ما زالوا يعانوا، ولكن أبعدوا بطريقة فنية، يعني مش بطريقة الإقصاء ولكن بطريقة الثقافة السياسية مثل ما سمعت الآن. لا، الآن عصر التقنية، عصر المعلومات، أنتم من تقتحمونها الآن بدوسة زر. ممكن أن تعلم كيف تتعلم فنون السياسة، كيف أن تعرف كل هذه المحدثات وكل أخبار العالم تأتيك وانت جالس في بيتك. يعني ما عاش في حاجة اسمها أن هذه خبرة وإلا هذه، لا، لازم تقتحموا هذه المجالات الآن. يعني القانون المعيب اللي صدر من مجلس النواب، وهو تمديد سن التقاعد، يجب على كل المؤسسات المجتمعية وكل الحركات معا نستطيع ليبيا حلها شباب. يعني ليبيا حلها شباب، صحيح. شن دوركم ضد هذا القانون؟ يعني احنا نريد ان نبقى، وهذه مشكله كل جانب اخر فعلا من مشكلة الحراك. كل السياسيين يريدون ان يبقوا الى ما لا نهايه، وبدليل عندنا الحكومات التي اتت. لو عددنا الثني قاعد لحد الان يقول انا رئيس وزراء، زيدان لحد الان يقول انا رئيس وزراء، بوسهمين قاعد يقول انا رئيس المؤتمر الوطني، السراج انتهت مدته وما يبيش يتخلى، يعني مجلس الدوله، مجلس المؤتمر تحول لمجلس دوله، البرلمان يعلم الله شن بيتحول لكم في المرحله الجايه. يا شباب انا نقولكم ردوا بالكم، لان انتم اللي قمتم بالثوره، وانتم اللي بحتبنوا الوطن. راهو عمر الشعوب ما يقاسش بالسنوات هذه متاع السبع سنوات هذه. رأي هذه 7 سنوات من عمري أنا ممكن، ولا عمر الشباب ممكن، لكن بعمر دولة ولا عمر شعب عمره بآلاف السنين ما تقاسش هذه. رأوا إحنا إذا كان بنعوله على أساس أن نبنوا دولة في 7 سنوات، وهذا الإحباط وهذا الدور اللي للأسف أن استغل إعلاميا ضد مشروع الدولة وضد مشروع البناء. الإعلام يعني في بداية المرحلة كانت الدولة ماشية والأمور تمام، صنعونا قنوات، للأسف قنوات انحرفت بمسارها وانحرفت بمجال بناء. يعني
بمبادرات للأسف يعني أخرتنا 7 سنوات. كنا ماشيين متقدمين في 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 مؤسسات في دولة، صحيح اللي كل جواد كبوة، صحيح فيه لأن اللي بيشتغل لازم يخطأ، لازم يكون ليه يعني زلات، ولكن ما وجد المجالس التشريعية اللي بالفعل يجب تكون مجالس تشريعية هي لتصحيح مسار الحكومة، مش لي لقطع دابرها أو لزيادة تعميق. نلاحظ الأمر الثاني، احنا الشباب اللي كانوا وقود الثورة كلهم للأسف يوجهوا فيهم إلا يا إما للمجال الأمني اللي هو يا إما تقتحم تخش الجيش ولا تخش الشرطة. لا يا أخي، الجيش والشرطة يجب يكون عنده مواصفات معينة، مش كل واحد يدخل الجيش، مش كل واحد يدخل الشرطة. وبعدين احنا الجيش الآن يعني كلنا مطالبين بتفعيل المؤسسة العسكرية، صحيح المؤسسة العسكرية الآن شتتت بين السياسيين، يجب أنتم تتكلموا مش على توحيد المؤسسة العسكرية، رأي المؤسسة العسكرية متوحدة، المؤسسة العسكرية مؤسسة واحدة، يجب أن تتكلموا على توحيد السياسيين. احنا كعسكريين قبلنا أن نكون تحت حكم مدني، يعني القائد الأعلى يكون مدني اللي هو بصفته، ولكن للأسف يعني الآن المدنيين هم اللي يتصارعوا على قيادة الجيش الليبي، وهذا اللي صاير. يجب خطابكم الإعلامي يتوجه إلى توحيد المؤسسة السياسية اللي هي يجب تكون هي الآن. احنا عندنا نشوفوا دور الساحات للأسف ما فيش، الآن الكل متضايق من غلاء المعيشة، من 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 وجود عدم وجود سيولة، من عدم وجود أبداها، حتى شاب مثلا ممكن يعاني من الانترنت، ويعاني من فقدان الحاجات الضروريه اللي هو محتاج لها في حياته. ولكن عدم خروج الشباب للمطالبه، يا جماعه الخير راهو فيه دول تغيرت بمظاهرات، في بولندا في 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 1981 عامل حوض بناء السفن غير دوله من نظام شيوعي شمولي الى دوله ديمقراطيه الان تضاهي الدول الكبرى. في رومانيا تشاوسيسكو وهو نظام ديكتاتوري أعتى من نظام القذافي وممكن يضاهيه، يعني تغير بمظاهرة. احنا ما ضد المظاهرات العبثية اللي تقودنا الخلف، ولكن المظاهرات يجب تكون مظاهرات للبناء. يعني فيها حق التعبير وفيها قيادة صحيحة للبناء وللتطوير. وشكرا بارك الله فيك. تحياتي لك استاذ طاهر. انتقل الى الطاولة رقم 2. اسال هنا، هل الشباب وعدم وجود الشباب في المعتركات السياسية والمناصب القيادية السياسية والأمنية وجودهم على رأس الهرم في هذه المناصب، هل هو خوفا من الشباب وعدم ثقة الشاب في نفسه والخوض في هذا المعترك السياسي أو القيادي، أم أن الدولة وصميم الدولة وقوانين الدولة ليست المكتوبة إنما المفهومة في رؤوس الساسة والقادة الآن أن لا دور للشباب في مناصب قيادية وسياسية؟ لا، يعني نحب نقول لك العيب في الشباب راه ماهوش في القيادة، هذاك لما فتحت له انت المجال هذا بيخوض هو، فما فيش مشكلة بكل فهم. لكن شني الشباب، احنا عندنا فوبيا من السياسة. تصور احنا لما نجي في كيف نتجاوزها، حتى في المناسبات الاجتماعية لما تجي تقول الكلام السياسي يقول فكنا من السياسة، صح؟ فهمت، عنده خوف من السياسة، وهذا شني هذا كل إرث من النظام السابق. وحتى في 2011 طبعا هون اجوا في جماعة المجلس الانتقالي والإعلان الدستوري معظمهم الشباب، هذا ناس كبيره، والشباب تخوف من السياسه للحظه هذه، الشباب تخوف من السياسه. وحنا تو حتى المده اللي فاتت درنا حراك للعوده الملكيه اللي هو الدستور الملكي، فهمت، انضموا ليه كثير من الشباب، وفي شباب طبعا معارضين للفكره، لكن لما تعرض الفكره انت اقتحم السياسه، اي فكره ثاني مش ضروري انت تقتنع بفكره ثاني، لكن انت دير حتى فكره خاصه بك، يا دفعه ممكن انت تشتغل في المجال، مش ضروري احنا السياسه، احنا عندنا ضروري السياسه انها مناصب، قصدي تجي انت ضروري تاخذ منصب في الدوله انت باش تمارس السياسه، أن تكون فاعلا فقط، حتى عن طريق النت، عن طريق ساحات الثورة، عن طريق الملتقيات، هي حتى بيكلم في زي ما يقولوا في المناسبات الاجتماعية، في أي موضوع تقدر تتكلم في السياسة، فهمت. لكن إحنا عندنا فوبيا، عندنا خوف بشكل غير عادي الشباب من السياسة، جيت تكلم في رياضة ممكن يتكلم لك. طيب ذات السؤال اللي طرحه محمد، كيفية معالجة هذه الفوبيا؟ هذه المفروض، هذه بالنسبة لي إحنا المفروض الشباب اللي مقتنع بالحاجات هي المفروض تطرحها. لو زي ما قلت لك احنا كنا مدينين حراك ملكي كان نسبة بسيطة، لما احنا بدأنا نتكلم في الملتقيات في المناسبات الاجتماعية في الواحد الشباب تقتنع به. تعرف الفترة هي في شباب من جيل الألفينات بدوا يقتنعوا بالفكرة من الكليات، فهمت كيف؟ لكن احنا المفروض الشباب انت لما تقتنع في الفكرة اخدم عليها،
معناها مش يعني مش نقتنع بالفكره ونجي نقعد مسحوش ونقول خلاص تم الموضوع، اخدم على الفكره هي باش تنجح. فهمتوني؟ هذا رايي. بارك الله فيك. ماشي بس عموما تمام. انا عندي مشاركه في الطاوله 2 وفي الطاوله 3 وكذلك الطاوله 7 والطاوله 5، هذو محجوزات. لكن قبلها في مشاركه من الطاوله رقم 8 من السيده اللي ما شاركتش معنا، فحن به تمام نعطي الكلمة إذا للطاولة رقم 8 بالنيابة على السيدة اللي ما تكلمت. بسم الله. لعل الإشكالية الكبرى واللي هي جزء منها ما أثار الأستاذ فيما يتعلق بالفوبيا هو غياب الوعي أو الغياب الوعي بأهمية دور المشاركة السياسية للشباب على صعيدين، على صعيد شريحة الشباب أنفسهم وهو اللي ولد عندهم الخوف في الإقدام على مبادرة سياسية، وخير دليل ان الشباب نجد ان يخشوا في مبادرات وخاصه في المبادرات الاجتماعيه ويثبتوا في جداره بنجاح في المبادرات هذه بشكل لا تتخيل، بينما المبادرات السياسيه اجد انها تقريبا من عدمه فيهم. ايضا على صعيد المجتمع في ايضا عدم الثقه في مبادره سياسيه للشباب، وخير دليل ما حدث في عام 2012 من انتخابات المؤتمر، كان الدعم للوجوه البارزة للوجوه وخاصة حتى الشباب يعني الدعم، ولكن كانت شريحة الشباب اللي بدعم بتيارات سياسية أو أحزاب سياسية، ولكن كمستقلين للأسف لم يتحصلوا على الأصوات الكافية لوصولهم للمطبخ السياسي أو للسلطة السياسية. فمربط الفرس عندنا هي مشكلة الوعي، وعي مجتمعي ومعي اصلا شريحه الشباب انفسهم باهميه دورهم. بارك الله فيك. المشاركه المره هذه حتكون للجميع لان احنا نبغى نختم الملتقى، بس كل حنضمن ان الكل يتكلم، الكل بمعنى الكلمه الكل، فحنعطوا توا كلمه للكل. انا حناخذ كلمه من الجهه هذه وزميلي حياخذ كلمه من الجهه الثانيه. تفضل. بدايه حوصل للملتقى. حوصل مش كلمه في دقيقه شو. تمام طيب او اقل من دقيقه. في البدايه يعني اكدنا على المحور الاول اللي هو دور الخطاب الاعلامي، اكدنا ان الخطاب الاعلامي ليس مجرد قنوات اعلاميه تظهر. طيب. فحتى الشاب يستطيع ان يؤسس خطاب اعلامي بنفسه من خلال فيسبوك، وذكرنا تجارب لهذا. بعد ذلك موضوع الساحات الثورة وما إلى ذلك، أنا من الناس الذين يرون أنه مرتبط ارتباطا تاما بموضوع الإعلام. فالإعلام هو من يحرك الناس. خلونا نتكلم عن الواقع. الذي حرك الناس في 17/2 كان الإعلام. الإعلام عندما نسمع في الثورة في تونس، عندما نسمع الثورة في مصر وما إلى ذلك، تحرك الناس عند ذلك. قبل الثورة، قبل أن نسمع بثورة تونس، قبل أن نسمع بثورة مصر، لم يتحرك أحد. النهاية في الختام، المشاركة السياسية بالنسبة للشباب، انعدام المشاركة السياسية بالنسبة للشباب، أول شيء أن الشباب غياب الوعي التام بالنسبة للسياسة. الشباب يكلم لك عن السيولة، انعدام السيولة وكذا، كأن هذا انعدام السيولة يعني شيء والسياسة أمر آخر، مع أن المشاكل السياسية هي التي أدت إلى المعترك هذا. فهو يتكلم لك على السيولة وما إلى ذلك، لكن السياسة لا. شكرا لك. كلمة في أقل من دقيقة أستاذة لتوزيع باقي الكلمات. أقل من دقيقة. حوصل الحوصلة هو كل المحاور رائعة. تشتغلي في مجال الصحافة تافي شو معنى. لكن في نقطة خاصة جدا تكلمتم على دور الشباب في المشاركة السياسية. أنا بنتكلم على دور المرأة بالتحديد. كثيرا ما يتوجه لي سؤالا، لماذا لا تنتخبين المرأة قليلة في الانتخابات؟ ما ننساش أن الموروث السابق أو الثقافة السابقة كما قال الأستاذ، أصبحنا كلمة سياسة لأنها كانت خط أحمر. ليس الكل يتكلم في السياسة، حتى الصحفيين محددين. أنا لولا ما خطش تجربة صحفية في السياسة، لكن الخوف من الخلط، لأن أمامنا العديد من الرئاسة، يعني من ماسكين الرئاسة. ثانيا الخوف، حتى الخوف من الاغتيالات او ان اي شخص يتكلم زي ما لاحظوا، خاصه في جوانب النسائيه. اكثر اللاتي تميزنا في السياسه في النساء تم اغتيالهن، يعني اعداد كبيره كل ما تكلمت وتكلمت بجراه يعني كانت نهايتها محدوده. لذلك ارجح دور الاول للخوف. وكلمه اختم بها قولي، انا متعجبه جدا من مسؤولي العصر الذين يخافون من الاعلام ولا يخافون من الله، واكثر من تجربه صارت لي. شكرا. تحياتي لك. طبعا انت السلام عليكم. طبعا محمد الكريك من مدينه مصراته. اه صحيح. شاب ليبي عادي جدا. يعني سلام. شكرا.
إن شاء الله الملتقى يحقق أهدافه، وبارك الله فيكم، وشكر خاص وعام لكل شخص ساهم في نجاحه. بارك الله فيك. شكرا. كلمة في الملتقى. كلمة. السلام عليكم. أوصل. ماذا سمعتي؟ ماذا رأيتي؟ عم؟ ماذا سمعتي وماذا رأيتي؟ أقل من دقيقة. الإجازة قدر الإمكان. إن شاء الله. في الأول في تورات حقيقية، في تورات مزيفة. تعريف حضرتك. فاطمة كابوكا. مدينة مسلاتة، من سكان مدينة طرابلس. قلت في البداية في تورات حقيقية وفي تورات مزيفة. التورات الحقيقية هي اللي قام بها شعب ودارها شعب. المزيفة هي الانقلاب العسكري. اللي نعيشوه اليوم هو حقيقة، الحقيقة نتيجة اللي الحاجة اللي قعدت من الانقلاب العسكري. يعني زي ما نقوله معمر لما استلم أو لما هو قاد ليبيا كانت نتيجة عهد الملك إدريس. يعني في الستينات وفي السبعينات كانت الأوضاع أحسن من توا، كانت مدينة طرابلس اختاروها من أفضل من أنظف المدن في الوطن العربي. في 66 في 68 اختاروها كمدينة طرابلس، كانت مدينة صديقة للبيئة. يعني في الستينات أحسن من السبعينات، السبعينات أحسن من الثمانينات. فنلاحظوا أن هي زمان كانت أحسن من توا، هذا نتيجة الملك إدريس. فاحنا اللي نعيشه توا نتيجة عهد القدافي. فاحنا ما تجيش توا تحط كل حاجة سيئة على عاتق فبراير واللي صافي فبراير. دورة فبراير كان تغيير، واحنا اللي بنديره توا هو التغير، واحنا توا بنديره هو التغيير. يعني باختصار اذا كل ما نعيشه الان هو تركة لعهد دام 42 عاما، والحل يكون منا احنا. احنا لازم تكون عندنا الإرادة ومبادرات شبابية، مش بس في الاعلام. انا كنت في مجال الاعلام وسيبته، نقدر اني نشارك وتكون عندي مبادرات شبابية في كليتي، في المكان اللي نخدم فيه، باننا ننشر الايجابية والتفاؤل، واي حد سلبي نحاول نغيره من تغيير. هذه المشاركات في المبادرات الجماعية عموما. تمام. شكرا سيد عماد. أنا ممكن لخصت الملتقى أن ضرورة تفعيل ثقة في الخطاب الإعلامي اللي عن طريق حينتج أن تفعل ساحات الثورة، عشان تشجيع المشاركة السياسية للشباب. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. في نقطة مهمة نحب أن نوهلها، هو خطر ترسيخ حالة الإحباط التي مصاب بها الشباب الآن، وخلتهم يتجهوا إلى مواقع العنف والمظاهر السلبية. إحنا نشوف الشباب قاعد يتجهوا إنهم يكونوا في كتائب عشان يتحصلوا على الراتب العالي، وسيبوا أعمالهم وسيبوا إنهم هم يطوروا من أنفسهم. وإن نحنا لازم نبتعدوا عن هذا الإحباط، ونحاول ما رسخوش في أبنائنا، ونحاول نتجه بهم للدورات تدريبية مكثفة، وكيف إنهم هم يطوروا من مراحل تفكيرهم واستثمار قدراتهم. السلام عليكم. باختصار مفيد، بالنسبة لتفعيل الخطاب الإعلامي، في ملاحظة من الشخصيات اللي على الفيسبوك المؤثرين في الإعلام يأثروا كل شيء. أنا مدى يعني تتصلوا بيهم حاجات يديروا قناة، مش مشكلة يعني. جميل. يعني في أسامي. على أقل تقدير قناة على اليوتيوب. في صحيح. بالضبط. يوتيوب بالضبط. يعني أنا عندي فيه منطقة بشكل غريب يعني. هذه بالنسبة للتاني. وبالنسبة لدور الشباب في تفعيل ساحات ثورة، ادعم الشباب باش يخدم، ما تقولش برا اخدم ونمشي الساحه وما عنده شيء وشوف فيها كل الظلمون. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام. السلام عليكم. لا بصراحه انوه على الاعلام، الاعلام هو اقوى حرب على الارض، نفس ما مارس في عهد القذافي او غيره. اقوى حرب على الاعلام هو الاعلام، اقوى من الحروب العسكريه على فكره. يعني الاعلام اقوى شيء، لازم بصراحه يكون اعلامنا قوي ثابت على شيء، نثبت وجودنا بالإعلام. وشكرا. بارك الله فيك. تمام. بسم الله. يعني نبي نوجه كلمة للشباب. الشباب ضروري عليهم أنهم يقتحموا مجال السياسة، بدأت فوق تنحالي هذا. فهمت مجال السياسة أهم شيء فيه، اللي هو توا حنين اللي صايرة فيه المشاكل والمحاور كلها، اللي هو الدستور. ضروري الشباب يدخلوا في هذا الموقف في الدستور، بسواء تفعيل دستور الاستقلال المعدل في 63 او بانشاء دستور جديد. لهذا هذا حتقيم عليه الدوله. فهمت كيف؟ لكن احنا نبدا من نهايه الطريق ونبدا بالعكس، ما يمشيش. فلهذا نبدا من القاعده ونرتفع ببناء الدوله ان شاء الله. بارك الله فيكم على هذا الملتقى ان شاء الله. بارك الله فيك. طبعا حنخلوا الكلمه سلسه، ما عادش حنتدخل انا وزميلي اسلام، حنشوفوا تفاعلنا مع بعض تسامحنا مع بعض. تفضلي استاذة منى. ان دور الشباب الفاعل لبناء المجتمع يكون من خلال المشاركة السياسية بمساندة خطاب إعلامي هادف يعمل على التوعية بأهمية هذا الدور، ولا بأس لو ساند الإعلام بتبني مبادرة شبابية سياسية ودعمها. تحياتي استاذ عبد الرؤوف.
طيب الأفكار الحقيقة الأفكار تتزاحم، وكأني رجعت لبداية 2011 عندما طرأ في ذهني في ذلك الوقت كسر الاحتكار السياسي لحزب العدالة والبناء وحزب التحالف القوى الوطنية ومحاولة إنشاء حزب شبابي. وأنا في خلال هالأيام الماضية من حوالي أسبوعين أو 10 أيام فقدنا أحد القادة الأفذاذ من الحركة الكشفية، هو القائد الدكتور والمربي الفاضل الدكتور علي سبيطة. واصطحبته في وأنا شاب في الحقيقة، واستفدت منه الكثير ونهلت منه الكثير. والآن أنا عبرت قنطرة الشباب، ولكني أعيش بهذه الروح وأضع بين أيديكم إن شاء الله من خلال صفحة التواصل الاجتماعي تجربتي في هذا الأمر. وحاولت في الفترة الماضية أن نعمل حراك شبابي، فاكتملت الدراسة بالكامل. سأضع هذا الأمر وهذا عهد مني بإذن الله عبر الصفحة، ولن أكون في هذا الحراك بمجرد أن أكون مستشار أو أفتح أمام الشباب هذا الطريق. تقييمي لهذا الملتقى خلاني ناخذ الآن خطوة بإذن الله، ونوجه دعوة صادقة لإقامة مخيم وطني للشباب بالتعاون مع الحركة الكشفية طبعا إن شاء الله بإذن الله، وسأسعى في هذا السياق. الأمر الثاني، ليش الشباب يعزفوا على السياسة أو غيره؟ هو في حقيقة الأمر فيه إقصاء وفيه احتكار من يسمي نفسه طبقة سياسية. والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه أقولها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس لدينا سياسيين في ليبيا إطلاقا إلا تقريبا 10 أشخاص أو 15 شخصا بمعنى الكلمة، والباقي كلهم أدعياء على السياسة. شكرا لك، تحياتي لك سلام. لحظة بس بنقول كلمة ثانية بإجاز. وأنصح أيضا بتأسيس حزب شبابي. ماكرو عمره 35 سنة الآن يحكم في فرنسا، بدأ بحركة وليس بحزب، ولكن ربما الآن الشباب بحيث ننصحهم بمجرد ما تأسسوا حزب وتقتحموا حتزيلوا الطبقة السياسية اللي موجودة الآن واللي متمثلة كلها في أجسام غير شرعية. عندناش أجسام شرعية، وعليه المهمة والمبادرة والإرادة في أيديكم أنتم معشر الشباب. بارك الله في كل الحضور، طبعا حضورنا الكرام لكل بداية نهاية مهما طالت. ملتقانا قد اكتملت حصته من جميل كرم وقتكم في المتابعة والحضور. الشيء الأهم، نلتمس منكم العذر إن ورد منا بعض التقصير، فالكمال لله وحده. بالتأكيد أخذنا في الاعتبار كل التوصيات وكل الكلمات التي قيلت وخرجت من أي شخص موجود معنا هنا. لا يسعنا إلا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من تحمل مشقة السفر والحضور لهذا الملتقى وتلبية الدعوة. دعوة أو مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام تدعوكم لتبقوا أحبتنا على موعد جديد يجمعنا لكي نجتمع فنجدد العهد على المسير لأجل رفعة الوطن، ونفعل كل ما تم تناوله في هذا الملتقى. العبد لله محمد الخلاب يشكركم جزيل الشكر. أنا أيضا مني أنا أسلام المسري والزميل محمد الخلاب مرة ثانية، الشكر موصول لكل من لبى دعوة هنا وكان حاضرا هنا في هذه القاعة لإطراء الحوار والمناقشة. الشكر أيضا موصول لكل من ساهم في إنجاح وإخراج هذا الملتقى من كوادر فنية عاملة تحت الهواء وجانب الهواء. تمنيت أن أكرم من ساهم في إنجاح هذا العمل، تمنيت أن أكرمهم بالاسم. لظروفهم الخاصة أنا أشكرهم جزيل الشكر، هم زملائي في المؤسسة وهم إخوتي في الله، ولكم مني كل التقدير. أنا وزميلي نحبكم في الله ونقدر عملكم ومجهوداتكم. في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم ودام الوطن والمجد والخلود لشهدائنا الكرام. تحياتي لكم جميعا.